الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب شكره بها. والصلاة والسلام على المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامج جديد مع الندوة العلمية الخامسة لهذا العام تحت عنوان عمارة المساجد. العمارة عندما تطلق في هذا المجال فإنها تدور حول معنيين أساسيين، عمارة حسية ومعنوية. أما الحسية فبوقف الأرض والبناء والترميم والتنظيف وغيرها، أما المعنوية فتكون بالعبادة والذكر ودروس العلم ونحو ذلك. اليوم تدور المحاور حول العمارة المادية وأثرها في الحضارة والثقافة الإسلامية. بداية نستفتح الندوة المباركة في هذا اليوم بالحديث عن المساجد التاريخية في القرن الهجري الأول وأثرها الحضاري. يحدثنا الدكتور ألبان محفوظ الإدريسي، أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة القاسمية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. الحمد لله على أن يعني وفقنا للمساهمة في هذا، في برامج هذا الصرح العلمي الرائد، ألا وهو المنتدى الإسلامي في الشارقة. هذا المنتدى الذي أسندت إليه مهمة عظيمة جدا من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، وهو تثقيف الناس وتوعيتهم وربطهم بحضارتهم الإسلامية. وهذا البرنامج حقيقة الجميل هو يصب في هذا الاتجاه. وكما ذكر يعني المقدم في مقدمته الرائعة حول هذا الموضوع، فالموضوع هو المساجد التاريخية في القرن الأول الهجري وأثرها الحضاري. المسجد له مكانة كبيرة في الإسلام. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المسجد كما ذكر المقدم أنها تنقسم إلى قسمين: عمارة مادية أو عمارة حسية، وهي تتعلق ببناء المساجد، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا تحث على بناء المساجد ورعاية المساجد، تطيب المساجد وتنظيف المساجد. ومن الأحاديث المهمة في هذا الشأن، وهو يعني حديث مصادر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني حقيقة هذه يعني مكافأة
وتختصر المسافات وتختصر الزمن وتختصر العمل إذا كان فعلا هذا المسجد بني لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله، يعني خالصا لوجه الله الكريم، ليس فيه رياء ولا سمعة. إذا كان هذا المسجد يعني يبنى من أجل هذا الدافع فإن المكافأة عظيمة جدا، وهي بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك حرص العلماء وحرص أهل الفضل وأهل الخير في المجتمعات الإسلامية من عصر النبوة إلى وقتنا الحاضر إلى إعمار المساجد وبناء المساجد. ومساجد دولة الإمارات والدول الإسلامية وإمارة الشارقة دليل على هذه الرعاية وهذه العناية. فالمسجد حقيقة تحفة في جمالية، فإذا دخله الإنسان لا يريد أن يخرج من هذا المسجد للراحة النفسية والطمأنينة التي تولد عند الإنسان، بالإضافة إلى المناظر الجميلة من زخارف وفرش جميل مرتب بطريقة جميلة تجعل الإنسان يرتاح فيه. أما العمارة الثانية فهي العمارة المعنوية، وهي التي من أجلها تمت العمارة الأولى وهي العمارة الحسية. العمارة المعنوية ما هي؟ هو إعمار المساجد بالصلاة وبذكر الله وبقراءة القرآن وبتعليم الناس وبتوجيههم وغير ذلك، لأن مهمة المسجد حقيقة كما سنرى إن شاء الله في المساجد التاريخية التي سنتحدث عنها ليست محصورة في الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة طبعا من أهم يعني أركان الإسلام ومن أهم يعني المحاور التي تتحور حولها أو تتمحور حولها حياة المسلم. بالنسبة للمسجد مما يدل على أهمية المسجد ومكانة المسجد في الإسلام أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة مهاجرا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم بيتا يسكن فيه، ولم يكن لأصحابه بيوتا يسكنون فيه، لكنه صلى الله عليه وسلم أول عمل بدأ به هو بناء المسجد. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول منطقة وصل إليها هي منطقة قباء، وهي تقع في جنوب المدينة، كانت قرية خارج المدينة لكنها الآن داخل طبعا المدينة المنورة حرسها الله وحفظها. أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام ببناء مسجد قباء، الذي ظل هذا المسجد محل عناية ومحل احترام من الجميع، وهو الآن مبني بطراز رائع جميل جدا، يعني من خلال التوسعات التي تمت في بلاد الحرمين سواء كانت في عهد الملك فهد رحمه الله أو في عهد الملك عبد الله رحمه الله أو في عهد الملك سلمان حفظ الله. هذا المسجد مسجد يعني قباء ورد في فضله أحاديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني الذي يتوضأ في بيته ويذهب هذا المسجد يكون له مثل أجر العمرة. وهذا المسجد بعض الروايات التي تقول بأن قول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يقول بعض العلماء بأن يعني المراد بالمسجد بهذه الآية وهذا الوصف على أنه مسجد قباء، لأنه حقيقة هو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه مسجد أسس على التقوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وأسسه. ثم بعد ذلك انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تأسيس مسجد قباء متجها إلى المدينة المنورة. وطبعا بعد وصوله للمدينة قام صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده، وهو ما سنتحدث عنه. ولكن قبل الحديث عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن نشير إلى المساجد التي إن شاء الله ستكون محور
حديثنا في هذا اللقاء. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد البصرة، ومسجد الكوفة، والمسجد الأموي بدمشق، والمسجد الأقصى، ومسجد عمرو بن العاص في البسطاط في مصر في القاهرة، ومسجد القيروان وهو مسجد عقبة بن نافع في تونس. وطبعا كل واحد من هذه المساجد يحتاج إلى عدة مداخلات وعدة محاضرات، لكن سنحاول أن نركز على يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المنشأ وهو الذي انطلقت منه كل الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، والمساجد الأخرى تبع لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يعني وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وكان طبعا في الطريق تحلقت حوله قبائل الأنصار يطلبون منه النزول عندهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لقبائل الأنصار، لأنه لا يريد أن يستأثر قبيلة دون قبيلة، فيقول اتركوا الناقة فإنها مأمورة. فظلت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تسير به بعد ما صلى الجمعة في وادي الرانناء، وهو وادي يقع بالجهة الشمالية لمسجد قباء، وفيه الآن مسجد جميل يسمى بمسجد الجمعة، مسجد الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان أول جمعة. فاستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سيره حتى وصل إلى حي بني النجار، وهم أخواله بجده. سبحان الله، يعني هذه يعني الأمور بترتيب الله. فبركة الناقة في مكان مربد، مكان لتجفيف التمر لغلامين من الأنصار يتيمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم سأل عن هذه الأرض وأخبره، وقام صلى الله عليه وسلم بشراء هذه الأرض ووقفها لصالح هذا المسجد المبارك. وهذا المسجد يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه المقصود بالآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشترى هذه الأرض بدأ طبعا في تسوية هذه الأرض وبناء المسجد، وشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وكان الصحابة يقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وطبعا هذا العمل كان فيه تشجيع وتحفيز لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يتمنى أن يقوم نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. بل إنهم يعني من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك أصحابه في كل الأعمال التي يقومون بها، وعندما يطلبوا منهم أن يتولهم ذلك الأمر فيقول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأقدر على العمل مني، وما أنتم بأحوج للأجر مني. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يشارك أصحابه في الأعمال التي يقومون بها، فشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في البناء. وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام مسجدا بسيطا في شكله، لكنه يعني مسجدا كبيرا في فضائه الروحي، حيث كانت مساحته في بداية الأمر 70 ذراع في 70 ذراع، وكانت قبلته إلى متجهة إلى البيت المقدس. وطبعا البيت المقدس كما هو معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وطبعا هذا المسجد هو الذي انطلق منه الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه، وبه انتهى يعني الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في بناء المسجد، ولم يكن طبعا سقفه
له سقف يقي الحر ولا يقي البرد ولا يقي المطر، بل كان سقفه من جريد النخل، وبالتالي كان المطر إذا نزل يتبلل، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول لأصحابه: ألا صلوا في رحالكم، إذا كان هناك يعني مطر، لأنه وليس هناك يعني فرش للمسجد، ولكنهم بعد ذلك أتوا ببعض الحصباء يعني التي أفرشوا، لأن المنطقة طينية، وإذا يعني ابتلت يصعب على الإنسان أنه يقف فيها أو يسجد فيها أو يصلي فيها، لكنهم بعد ذلك أتوا إليه ببعض الحصباء من خارج المدينة. وطبعا حتى الآن ما زال في المسجد مكان، المسجد النبوي في مؤخرته يقال له الحصبة، معروفة عند أهل المدينة بهذا الاسم، وهي منطقة الآن مكشوفة طبعا من المسجد، حتى بعد يعني الزيادات الكثيرة التي تم في هذا المسجد. بعد بناء المسجد كان هناك يعني أمر مهم جدا، وهذا الأمر طبعا له تأثير على كل المساجد، لذلك أنا ذكرت أن المسجد النبوي الشريف، المساجد الأخرى كلها صورة مصدرة لهذا المسجد المبارك. بقيت قضية، وهي قضية الأذان، يعني الأذان كيف يعني أول إعلام بدخول الوقت، يعني كانت هناك مشكلة بعد بناء المسجد، كيف يعلمون الناس بدخول الوقت، وكان هناك استعراض لمجموعة من التجارب السابقة. هناك تجربة للنصارى وهي عبارة عن الأجراس، هناك تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه هذه التجربة رفضها، هناك البوق أيضا وهو تجربة يهودية كانوا يدعون به للحضور للصلاة، فأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه يعني هذا الاقتراح، وكان يفكر في الأمر حتى رأى أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد رؤيا رضي الله عنه وأرضاه، يعني رأى أن شخصا في يده، حتى أنه كانت من الأمور المطروحة أنه يكون هناك فانوس يوقد ويرتفع به شخص في الليل حتى يراه الناس، أو يقيدون نارا أو غير ذلك. فالمهم أنه رأى في المنام رجل في يده فانوس جميل، وهو كان يفكر في هذا الأمر، فقال بأنه يريد أن يشتري منه. قالوا: لماذا تريد؟ قال: أريد أن يعني أعلم الناس بدخول الوقت. قال: ألا أدلك على أفضل من هذا؟ قال: ما هو؟ قال: الأذان. فقال: ما هو الأذان؟ فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. ثم خرج مسرعا مبادرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رؤيا حق. ثم طلب منه أن يلقيه على بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخازن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر كان يلقبه بسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، الذي ظل مؤذنا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك امتنع من الأذان، وطبعا سافر إلى بلاد الشام واستقر فيها، إلى أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: يا بلال، ما هذا الهجران؟ يعني لماذا تهجرني؟ طبعا هو أبو بكر الصديق طلب منه أن يستمر في الأذان لكنه رفض، فجاء إلى المدينة، وعندما جاء إلى المدينة أذن، طلب منه الحسن ومجموعة من الصحابة أن يؤذن كما كان يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أعلن الأذان سمعه أهل المدينة، تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم فبكوا، فلم يرى في المدينة يوم أشد بكاء من ذلك اليوم إلا اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هناك قضية الأذان، وقد حسمت الأذان بهذه الرؤية، وبالتالي أصبح المساجد كلهم تبع لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام. هناك قضية أخرى وهي مهمة جدا، يعني نجدها أنها أيضا في كل المساجد، وكما ذكرت أن المساجد كلها تبع لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه القضية؟ هو المنبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره
عندما يريد أن يعني خطب الجموعة أو يتحدث كان هناك جذع يستند عليه صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس. طبعا عندما يكثر الناس، لأنه دائما الناس يعني تتمنى أو تريد أن ترى من يتحدث معها، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على مستوى الناس في الأرض، المجموعة اللي في الخلف ممكن لا ترى. وبالتالي يعني ظل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا حتى جاءت امرأة. وانظروا إلى هذه المبادرة، هذه المرأة التي بادرت هذه المبادرة الجميلة التي خلدها التاريخ، واسمها لا غير معروف لكنها معروفة عند الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لنا أن نتخيل كل المساجد في العالم الإسلامي استفادت من فكرة هذه المرأة، وكل هذه المنابر التي يصعد عليها الناس ويعلمون الناس الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يوجهون، يقومون السلوك المعوج، كل هذا أجره يعود إلى هذه المرأة. هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ألا نصنع لك أعوادا يعني تصعد عليها تخاطب الناس؟ يعني فكرة رائدة وفكرة إبداعية من هذه المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعني علمنا أن الحكمة ضالة المؤمن، أنه إذا وجد حكمة يأخذها ويعمل بها، فكانت هذه حقيقة الحكمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر، فكان لها غلام فأرسلت هذا الغلام فعمل للرسول صلى الله عليه وسلم منبرا، وكان صلى الله عليه وسلم، وحدث طبعا حادثة عجيبة وهي من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل له المنبر، وكان ارتفاعه 3 درجات، وكان يعني له عاضدتان يعتمد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلى مكان يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم له المنبر ومر كعادته صلى الله عليه وسلم على الجذع الذي كان يستند إليه صلى الله عليه وسلم، حن وبكى حتى أن كل الصحابة سمعوا بكاءه. ويقول الحسن البصري: انظروا إلى الجمادات تبكي لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن حقيقة لا نتذكر هذا الأمر. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الجمادات منا حتى أن الجمادات تبكي لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وماله والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الجذع يعني حن وبكى حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقول الرواية الصحيحة على أنه وضع يده عليه كأنه يريد أن يهدئه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني بناء المسجد. طبعا القبلة استمرت لمدة 16 أو شهرا أو 18 شهرا في بعض الروايات، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وبالتالي تغيرت قبلة المسجد من الاتجاه إلى الشام إلى الاتجاه إلى الكعبة. وهناك مسجد في المدينة يقال له مسجد القبلتين، ويذكر المؤرخون السمهودي وغيره أن سبب التسمية أن يعني المصلين كانوا في أثناء الصلاة متجهين إلى شمالا إلى بيت المقدس، فجاءهم يعني شخص فقال: حضرت اليوم صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم واتجهوا إلى الكعبة. إذن يعني بالنسبة للقبلة أخذناها من قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الأذان من الأذان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المنبر الذي يعني لا يخلو منه مسجد مأخوذ أيضا من منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فضائل المسجد النبوي فهي كثيرة جدا، فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرويه أبو هريرة وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني بقصد العبادة،
يعني بقصد الانتقال للعبادة، الاعتكاف أو الصلاة أو غير ذلك. فالصلاة في المسجد النبوي أيضا مضاعفة بألف صلاة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد الحرام، ويأتي المسجد الأقصى في المرتبة الثالثة. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فيما ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك سواء كان لحديث. بعض الناس يأتون إلى المساجد بدل أن يشتغلوا بقراءة القرآن وبالذكر وبالاستغفار وبالصلاة يشتغلون بالأحاديث الجانبية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، لأنه يلاحظ أن هناك أشخاص مشتغلين بالعبادة والملائكة تصلي عليهم ما داموا في مصلاهم، فهو يفقد هذا الأمر. هذا المسجد حقيقة هو رائد الحضارة الإسلامية ورائد النهضة الإسلامية، وأعظم مدرس في التاريخ شهدته البشرية، وأكثرها شفقة، وأعلمها بطرق توصيل المعلومة للآخرين هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أول مدرس وأول أستاذ وأول مربي في هذا المسجد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من هم الطلاب؟ من هم طلاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كان يدرسهم؟ كان يدرس أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، سعد، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة، سعد بن معاذ، سعد بن وقاص. يعني هؤلاء كانوا طلابا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه العلم. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة الأمية، وهذه أيضا قضية مهمة جدا، لأن المساجد أيضا تبنت نفس المنهج الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعالجة الأمية. الرسول صلى الله عليه وسلم عالج الأمية من عدة زوايا، أولا الأطفال، ثم بعد ذلك يعني الناس الكبار الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الأطفال أول خطوة قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشترط على بعض الأسرى من أهل بدر من قريش إذا أرادوا يعني التحرير أن يقوم كل واحد منهم بتعليم 10 أطفال من أطفال المدينة القراءة والكتابة. إذن هذه الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك انتشرت الكتاتيب في الأحياء، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بالإضافة إلى مسجده 7 مساجد، وكانت هناك أيضا بعض الغرف وبعض البيوت التي تتخذ في المساكن الخاصة مصليات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والأنصار يريدون إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما يأتيهم كانوا يطلبون منهم أن يصلي في مكان ليتقيه مصلى. فكان لا يعني معظم البيوت الأنصار كانت فيها مصليات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي عندهم. عندما يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذون ذلك المكان تبركا به والصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. وهنا نأخذ أنه ينبغي لكل إنسان أن يكون في بيته مكانا خاصا للتعبد، لقيام الليل، للتهجد، لقراءة القرآن، يكون منعزل، ويكون أجمل مكان ممكن أن نجعل يعني مصلى صغير أو محراب صغير في غرفة من الغرف، ونجعل حوله مصاحف، ونجعل يعني مكان يكون يعني مريح. فإذا استيقظ الإنسان من الليل قام وصلى فيه 2 ركعة وأيقظ أهله كما كان الصحابة يفعلون. يعني بعض الصحابة كان أحدهم يقيم ثلث الليل، ثم مثلا تقوم يعني زوجته ثلث الثاني، ثم خادمه، وهكذا. فيعني يظل البيت فيه صلاة وفيه ذكر. وحقيقة لو يعني قضية لا تكلف شيء، بس تحتاج فكرة أنك تجعل مكان خاص
طبعا المكان ليس بديل للمساجد، وإنما هذا للنوافل. إذا استيقظ الإنسان أو أراد أن يعني يصلي الوتر في بيته فله ذلك، فيتخذ مكانا. ولذلك الأنصار كانوا حريصين على اتخاذ أمكنة في بيوتهم للصلاة فيها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا المسجد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا الجانب الآخر من التعليم، كان إذا جاء شخص يعني غير متعلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه ويسلمه للصحابة ويقول لهم أعلموا أخاكم. واشتهر مجموعة من الصحابة بالعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخاصية التي يتميزون بها، فقال أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرب، وهكذا. يعني كل الصحابة يبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأشياء التي يعني تميزوا فيها عن غيرهم. وهذا أيضا مطلوب، يعني الإنسان حتى الإنسان في أبنائه إذا عادة يكون يعني أحدهم متميز في شيء والآخر متميز في شيء آخر، فينبغي للأب أن يتفطن لهذا ويوجه أبنائه إلى هذه الأشياء التي يتميزوا فيها. فإذا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له يعني مع الصحابة في كل الأوقات، وكل قضية يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يلتقون به في صلاة الصبح الفجر، ويلتقون به في الظهر، ويلتقون به في الضحى، ويلتقون به العصر والمغرب والعشاء، وهو بينهم في كل الأوقات. أي إشكالية أو مشكلة جاءت إليهم أو حصلت لهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كانوا يتناوبون الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب لأنه طبعا أحيانا تكون لهم أعمال، عمر بن الخطاب كان يسكن في العوالي وكان له جار من الأنصار، فكانوا يتناوبون على الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا اليوم يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء، ثم يعود وأول شيء يبدأ بزميله فيقول له حدث اليوم كذا ونزلت الآية الفلانية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، اليوم الثاني يذهب أيضا الشخص الآخر وهكذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هيئ الناس للرغبة في العلم، والعلم إذا كان الدافع لطلب العلم هو من الداخل فاستطاع الإنسان أن ينجح، لكنه إذا كان الإنسان مدفوع إلى العلم دفعا فأحيانا يكون تحصيله نادر. ولذلك علماء المسلمين يعني تميزوا في هذا الجانب، لأن الدافع لهم هو الطلب ما عند الله تبارك وتعالى، لأنهم يقرؤون في القرآن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن عندما يقرأ العاقل هذه الآية وهو جاهل ماذا يفعل؟ لا بد أن يتعلم. عندما يقرأ يعني الإنسان في القرآن في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندما يقرأ الإنسان أليست هذه محفز؟ أليست هذه وقود تحرك الإنسان؟ عندما نقف على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تحث على طلب العلم، من سلك طريقا يبتغي بها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. حتى أن الصحابيات يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا غلبنا أو غلبنا الرجال، يعني بمعنى أن معظم وقتك مع الرجال، فخصص لنا وقتا نتعلم منك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص لهم يوما في الأسبوع يتعلمون منه. إذن هذه يعني يعني الإجراءات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتقلوا في المساجد، لأن هذه المساجد التي ذكرتها كلها مؤسسة على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم. وحقيقة يعني الحديث عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يطول، لكن يعني كما ذكرت هذه القضايا التي ذكرتها تتعلق بالأذان وتتعلق بالمنبر وتتعلق بالمسجد وتتعلق بالتعليم وأهمية التعليم، هذه الأمور كلها يعني طبقت في المساجد الأخرى. أما المسجد الثاني فهو المسجد الحرام، وطبعا يعني أخرته في الحديث لأن المسجد الحرام لم يعني يسمح للمسلمين في الصلاة فيه يعني جماعات إلا بعد الفتح،
وهو في السنة الثامنة من الهجرة، بمعنى أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمه بثمان سنوات. وإن كان طبعا المسجد الحرام فيه الكعبة، وهي أول بيت وضع على الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفترة الزمنية الفاصلة بين بيت المقدس و يعني البيت الحرام أو الكعبة، قال بأن بينهما 40 سنة. وهناك بعض الروايات تقول بأن الباني لهما واحد، وهو إبراهيم عليه السلام، أن الذي بنى يعني البيت المقدس هو إبراهيم، والذي بنى طبعا الكعبة هو إبراهيم بنص القرآن الكريم، وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا يعني المسجد الحرام كما ذكرت، وإن كان طبعا هو أقدم، يعني الكعبة أقدم، أول بيت وضع للناس. وهناك رواية تقول بأن الملائكة بنتها لآدم عليه السلام وجددها إبراهيم بنص القرآن الكريم، لكن يعني في بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان دوره متأخرا عن دور المسجد النبوي الشريف ب8 سنوات، وبالتالي أخرناه لهذا الأمر، لم نبدأ به لأن طبعا كما ذكرت أنه تأخر. طبعا المسجد الحرام لا يخفى علينا أن هذا المسجد على أنه له، أو هذا مسجد الحرام أو الكعبة، لا يخفى علينا أن له فضائل كثيرة جدا. وطبعا لم يكن يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وطبعا لم يكن هناك يعني مسجد حول الكعبة، ولم يكن هناك حائط، وإنما بدأ يعني بناء حائط في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لأنه رأى أن البيوت بدأت تزحف على يعني على الكعبة، حتى أن يعني الطائف حول الكعبة أصبح لا يجد فرصة، فبالتالي أمرهم بإزاحة هذه البيوت وقام بتعويضها، وقال لهم أنتم قدمتم على البيت وهو لم يقدم عليكم، فعوضهم وجعل حول المسجد جدار. طبعا لم يكن هناك حول الكعبة جدار، وكان هذا الجدار طبعا يصلى فيه، وثم بعد ذلك أيضا زاد فيه عثمان، ثم عبد الله بن الزبير، ثم عبد الملك ابن مروان وغير ذلك، وظل يعني محل اهتمام بحكام المسلمين وخلفائهم. وطبعا يعني التوسيعات في عهد يعني المملكة العربية السعودية فاقت الخيال وفاقت التصور، الآن أعظم توسعة الآن ما زالت حتى الآن لم تكتمل، التي بدأت في عهد الملك عبد الله رحمه الله. ظل العلماء، ظل الولاة، ظل الأمراء، ظل الخلفاء يتنافسون في خدمة المسجد الحرام وفي خدمة الكعبة، فكانت الهدايا تأتي إليها من كل مكان، وكان الناس يعني يرسلون الأبواب، وحتى أن لباس الكعبة كان يصنع في فترة من الفترات، يصنع في مصر في فترة من الفترات، يصنع في السودان، في العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي يعني يتنافسون في خدمة هذا المسجد. طبعا هذا المسجد كان مركزا حضاريا كبيرا جدا، بدأ التعليم فيه من عصر النبوة واستمر خلال القرون وحتى وقتنا الحاضر، لأن منطقة مكة منطقة جذب للمسلمين، جذب حضاري، المسلمون يتوافدون إليها للعمرة، يتوافدون إليها للحج، وطبعا كثير منهم يستقر فيها فترات من الزمن، وأكثر من يأتي إليها أحيانا من العلماء، وكان العلماء يجلسون في المسجد الحرام يعلمون الناس الخير. وكان من أشهر طبعا الصحابة الذين درسوا في المسجد الحرام هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وطبعا أخذ عنه مجموعة من التابعين الذين نشروا علمه، ومنهم عكرمة وعطاء وطاووس وسعيد ابن جبير، ثم أخذ عنهم عمرو بن دينار وابن جريج وعبد الله بن دينار، وثم بعد ذلك أخذ عنهم الإمام الشافعي والإمام مالك وغير ذلك. إذن يعني هؤلاء العلماء حقيقة الذين استقروا في يعني في مكة المكرمة مجاورون أو مجاورين لبيت الله الحرام،
عددهم لا يحصى، كثيرين جدا على مر العصور وعلى مر الأزمنة. وهناك طبعا كتب ألفت في تاريخ مكة وتراجم العلماء الذين قدموا إلى مكة وهم بالآلاف، وبالتالي يعني نقول بأن مكة كانت كل العلماء يفيدون إليها من أطراف، من الأندلس، من بلاد ما وراء النهر خراسان، من بلاد فارس، من بلاد الهند، من بلاد باكستان، من بلاد المغرب العربي، من شمال إفريقيا، من أوروبا، من كل الأماكن. كل هؤلاء، كل واحد منهم إذا قدم إلى مكة وعنده علم يتمنى أن يعلم في هذا المسجد الحرام الذي التعليم فيه مضعف. إذن يعني بالنسبة للمسجد الحرام. أما ثالث مسجد بني حقيقة في فترة متقدمة جدا هو مسجد البصرة. مسجد البصرة بني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبني سنة 14 من الهجرة، وذلك بعد فتح المنطقة على يد القائد عتبة بن غزوان. وطبعا كان المسجد في البداية عبارة عن يعني مبني من الجريد والقصب وجذوع النخل وغير ذلك. طبعا كان هو الأساس، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر القادة بإنشاء مدينتين تكون قاعدة أو مركز ينطلق منه المجاهدون لفتح بلاد فارس وغير ذلك. المدينتين ما هي؟ مدينة البصرة والكوفة. وسنلاحظ أن الكوفة أيضا بني مسجدها في السنة 19، بناه سعد بن أبي وقاص. إذن هذا المسجد يعني اللي هو مسجد البصرة بني طبعا كما ذكرت في السنة 14 طبعا، ثم يعني جدد بناءه وزاد فيه أبو موسى الأشعري في السنة 7 من الهجرة، وأضاف إليه تحسينات، ثم استمرت هذه التحسينات حتى جاء زياد يعني والي معاوية، وطبعا قام ببناء المسجد بناء محكما ووضع له أعمدة، وطبعا يعني أصبح يعني حجمه أكبر يستوعب أكثر من الناس. وكان طبعا المسجد عبارة عن يعني منطقة وكل مباني تدور حول البصرة. هناك كثير من الصحابة الذين استقروا في البصرة، وعدهم يعني صاحب الطبقات الكبرى لابن سعد وغيره، فأوصل عددهم إلى أكثر من 150 من الصحابة الذين استقروا في البصرة. وكانوا طبعا هؤلاء الصحابة يعلمون أن الرسول صلى أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، يقول بلغوا عني ولو آية. وكان طبعا هدف هؤلاء الصحابة هو نشر الإسلام بالكلمة الطيبة وبالأخلاق وبالسلوك وبالتعليم. ولا شك أن كل واحد منهم قام بدوره كما ينبغي أن يقوم به. من هؤلاء الصحابة عتبة بن غزوان وهو فاتحها ومؤسس وباني مدينة البصرة، وكذلك أيضا أبو موسى الأشعري وهو الوالي الثاني. وطبعا معروف أبو موسى الأشعري بأنه كان من حفاظ القرآن الكريم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى قراءته ويطلب منه أن يقرأ ويستمع، لأنه أعطاه الله تبارك وتعالى صوتا جميلا مؤثرا، فقد تعلم على يديه وحفظ على يديه من أهل البصرة أكثر من 300 من حفظة القرآن الكريم، حفظه على يد المغيرة ابن شعبة، على يد أبو موسى الأشعري. ثم بعد ذلك أيضا تولاها المغيرة ابن شعبة، وكان له دور كبير جدا، وهو من أهل بيعة الرضوان. ومن الصحابة الذين استقروا فيها عمران بن حسين وأبو بكر، ومنهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي توفي سنة 93 من الهجرة. هناك علماء كثيرين جدا كان لهم دور كبير جدا في نشر الحضارة الإسلامية، متخصصون في التفسير من التابعين، ومن أشهر طبعا العلماء التابعين الذين استقروا وفي الحسن البصري، حتى أنه يعني لا يعرف يعني اسم والده، وإنما يعرف مباشرة فيقال له الحسن البصري، وهو سيد التابعين، وكان شخصية بارزة في عصر صدر الإسلام. وطبعا كان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه، وقد التقى بكثير من الصحابة، وحتى أنه عاش في البداية في المدينة المنورة، ويصف أحيانا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا رفع
يده تلمس سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يدل على أن بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني في كالبيوت الآن، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدنيا بلغة يحتاج الإنسان فيها إلى ما يبلغه الدار الآخرة. من طبعا العلماء الذين اشتهرت بهم يعني البصرة محمد بن سيرين المحدث، ومالك بن دينار الزاهد، وأبو الأسود الدؤلي مؤسس علم النحو، وأبو عمرو بن علاء البصري وهو القارئ. ونحن نعلم أن يعني البصرة لها مدرسة نحوية معروفة، ولذلك عندما نقرأ مثلا في ألفية ابن مالك أو في النحو نجد أن مثلا نسمع كثيرا ومذهب البصريين في هذا كذا، ومذهب الكوفيين في هذا يعني، وبالتالي كان هناك يعني شخصيات كبيرة نشأت في مسجد البصرة، هذا المسجد الذي يعتبر ثالث مسجد يعني من حيث التاريخ بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة، يعني لا نقصد المسجد الحرام، لا أقصد الكعبة لأن الكعبة قديمة جدا، لكن بعد فتح مكة فكان بناؤه في السنة الرابعة من الهجرة، وكان له أثر كبير جدا في الحضارة الإسلامية، وخريجي هذا المسجد لهم تأثير على مستوى العالم الإسلامي، وأراؤهم منتشرة في كل أصقاع المعمورة. الكوفة طبعا أيضا من المدن التي بنيت في الإسلام، لأنه في هناك ثلاث مدن أو أربعة مدن أنشأها المسلمون، مدينة البصرة ومدينة الكوفة ومدينة الفسطاط، وكذلك أيضا مدينة القيروان بتونس، هذه المدن أنشأها يعني الفاتحون. مسجد الكوفة أو المسجد الأعظم من أهم المساجد العراقية الأثرية والتاريخية، وهو من أقدم المساجد في العالم الإسلامي، ويعتبر أول مبنى في مدينة الكوفة. تأسس أو شيد هذا المسجد عام 19 من الهجرة، والذي بناه هو سعد بن أبي وقاص، وكان المسجد حقيقة حجمه كبير، فوقع في منطقة مركزية، وكان يرمي سهم في الاتجاهات كلها، في الشرق وفي الجنوب وفي الغرب، وجعل حدود المسجد حيث وصل السهم، وبالتالي كان مسجدا كبيرا. وهذا المسجد أيضا يعني شهدت فيه أحداث كبيرة. والكوفة نحن نعلم أن علي بن أبي طالب بعدما خرج من مكة من المدينة اتخذ في الفتنة الأحداث التي وقعت اتخذ الكوفة يعني عاصمة له. طبعا الكوفة سكنها كثير من العلماء، تخرج فيها آلاف العلماء في الفقه والحديث واللغة والنحو والصرف والكيمياء والفلك والفلسفة، وازدهر فيها الخط العربي المعروف بالخط الكوفي نسبة إلى هذه المدينة، وهو الخط الذي يعني دون به القرآن الكريم في القرون الثلاثة الأولى. وطبعا لها علماء كثيرة، لها علماء كثيرون، من أشهرهم عبد الله بن مسعود، وهو من كبار فقهاء الصحابة، ومن أكثرهم فقها للكتاب والسنة، ومن أكثرهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ العلم عنه. وقد اشتهر فقه ابن مسعود في الكوفة، وأخذ عنه فقهاء العراق وغيرهم. ومن أشهر التابعين الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع والقاضي شريح المعروف بذكائه وعمر بن أبي شرحبيل الهمداني وغيرهم. وأخذ بعضهم يعني ابن المعتمر وإبراهيم النخعي ثم الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيره. إذن يعني هذا المسجد، مسجد الكوفة أيضا، كان له الأثر الكبير في نشر الحضارة الإسلامية، وهو بناه سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التاسعة عشر من الهجرة، وكان هو مركز المدينة، ثم قام بتخطيط يعني المناطق حول المسجد، وكل قبيلة كان يجعل لها مخطط خاص بها، وذلك لأن القبيلة بعضها يعرف بعض، ولئلا يأتي العدو يعني من جهتها، لأنهم يعرفون أفراد قبيلتهم، فبالتالي كان هناك توزيع للقبائل بهذه الطريقة. من المساجد المهمة جدا التي كان له الأثر
المساجد التاريخية هي مسجد دمشق، وطبعا دمشق من أقدم المدن كما هو معروف، وفتحت في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت هناك كنيسة كبيرة في المكان الذي فيه المسجد الآن، كانت فيه كنيسة فتح جزء منها عنوة وجزء يعني صلحا. هذا الجزء الذي فتح عنوة اتخذه يعني المسلمون الأوائل مسجدا، وعرف هذا المسجد بمسجد الصحابة. وطبعا مسجد دمشق يقع في قلب دمشق. ثم بعد ذلك طبعا يعني أصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية، لأن العاصمة الأولى للدولة الإسلامية كانت المدينة المنورة، ثم بعد ذلك الكوفة، ثم انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق، ثم بعد ذلك انتقلت إلى من دمشق انتقلت إلى الكوفة، ثم مدينة الهاشمية التي بناها السفاح أبو العباس السفاح، ثم بعد ذلك مدينة بغداد التي بناها المنصور، ثم القاهرة، ثم بعد ذلك القسطنطينية. إذن هذه العواصم. إذن كان يعني بالنسبة لمسجد دمشق كما ذكرت كان في البداية قسمين، وهذا طبعا يدل على التعايش الذي كان موجود بين الديانات، يعني الكنيسة بجوار المسجد والمسجد بجوار الكنيسة، وهذا موجود في القدس وموجود في كل يعني البلدان العالم الإسلامي، أن الإسلام يعني يتقبل الآخر بما فيه، ويعلم أن هناك اختلاف بين البشر، والله تبارك وتعالى يقرر مبدأ لا إكراه في الدين، ويقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن كان هناك ديانتان، والديانة اليهودية طبعا كانت موجودة جنب إلى جنب، لكن في خلافة الوليد ابن عبد الملك بدأ يساوم، وهذه أيضا قضية مهمة جدا، أنه بدأ يساوم، يعرض عليهم المال، أهل الكنيسة يعرض عليهم المال، وعوضهم عن هذه الكنيسة التي يريد أن يزيد فيها المسجد، لأن طبعا يعني أصبحت عاصمة وازداد الناس فيها، والمسجد أصبح لا يتسع للمصلين، فعرض عليهم وجلس فترة من الزمن يساومهم، حتى يعني أقنعهم بتعويض يعني هذه الكنيسة بأربع كنائس أخرى في دمشق، وتم الاتفاق على ذلك، وقام الوليد بن عبد الملك بإنشاء هذا المسجد الذي يعتبر تحفة من أجمل يعني التحف، حتى أنه يقال بأن يعني جاسوسا لهرقل أو رسولا جاء إلى دمشق بعدما طرد منها هرقل، وقال كلمته المشهورة وداعا يا دمشق لا لقاء بعده، فلما جاء وراء هذا المسجد فذهب وعاد فقال إن هؤلاء يعني استقروا خلاص انتهت القضية، يعني إياك أن تفكر في أن هذا المسجد وهذه المباني تدل على وجود الاستقرار. أنفق عليه الوليد بن عبد الملك أموال طائلة، لأنه في فترته كانت فترة الازدهار الاقتصادي، وبدأ بناء هذا المسجد سنة 86، واستمر بناء هذا المسجد إلى نهاية يعني انتهى بناؤه مع نهاية خلافة الوليد بن عبد الملك بوفاته، وجلب له المهندسين من كل أصقاع العالم والرخام والجير وغير ذلك، وفيه رسومات جميلة، يعني كان في المسجد داخله رسومات جميلة. هذا المسجد جلس فيه عشرات بل مئات من الصحابة. نحن نعلم أن يعني عدد الصحابة الذين أو المجاهدين الذين وصلوا إلى دمشق وبلاد الشام في عام عمواس فقط سنة 18 من الهجرة استشهد منهم بالمرض حوالي 20,000، ومعنى ذلك أن أعدادهم كانت كبيرة. هذا المسجد طبعا جلس فيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون القرآن، ويعود ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كتب إليه يزيد بن أبي سفيان والي دمشق، وطلب منه أن يقوم بإرسال عدد من المعلمين وبالمدرسين إلى دمشق وإلى حمص وإلى فلسطين لتعليم الناس، فبعث أبو الدرداء وبعث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل، ثم بعد ذلك بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني أرسل المصحف الشامي ومعه المغيرة ابن أبي شهاب ليعلم الناس، لأنه نحن نعلم أن
عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب المصحف، وهو الخط العثماني الآن، الطريقة التي كتب بها هي الآن، ثم قام بتوزيعه على المدن والمناطق التي كان دخلها الإسلام في ذلك التاريخ، وكان يرسل معه من يعلم الناس القرآن الكريم. فأرسل يعني المغيرة بن أبي شهاب ليعلم الناس القراءة فيه. وكان طبعا أبو الدرداء شيخ المقرئين والمعلمين بدمشق، وكانت له حلقة كبيرة في مسجد دمشق. شارك عدد من الصحابة في تحفيظ القرآن الكريم ودراسته، منهم فضالة بن عبيد وواثلة بن الأسقع، ونبع عدد من القراء في حلقة أبي الدرداء، منهم عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة. وضمت على حلقة أبو الدرداء عدد كبير من الحفاظ والقراء حتى بلغ عددهم 600، يعني 1600 قارئ، كما وبعضهم يقول بأن كان عددهم تجاوز إلى 4000. وظل طبعا أبو الدرداء حتى رجع إلى المدينة بعد ذلك. ثم المسجد الأقصى، وطبعا المسجد الأقصى كما هو معروف على أن أو مر معنا أنه قديم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال بأن بين بنيانه وبنيان الكعبة 40 سنة. وهناك بعض الباحثين الذين يقولون بأن الباني يعني للمسجد الحرام والباني للمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام، وحتى أن يعني القواعد المبنية تدل متجهة كلها إلى الكعبة. يعني هناك بعض الدراسات والحفريات التي تدل على أن قواعد هذا المسجد الذي بني في بناه إبراهيم أو المصلى الذي بناه إبراهيم على أن قواعده كلها متجهة إلى الكعبة. ونحن نعلم أن الأنبياء رضوان الله عليهم كلهم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، وكان يعني القبلة. فإذا بالنسبة لعبد الملك بن مروان بنى هذا المسجد، وطبعا ثم بعد ذلك بنيت في قبة الصخرة، وفيه حقيقة عدة مساجد، هي عبارة عن مجمع كبير جدا وفيه أوقاف وفيه أشياء كثيرة. هذا المسجد أيضا كان كثير من الناس يأتي إليه من المغرب ومن المشرق، يعتكفون فيه، يجلسون فيه، يتعلمون ويعلمون الناس الخير. وقد فتح هذا المسجد القدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلم مفاتيح القدس من النصارى الذين كانوا موجودين في المدينة، وكتب لهم الوثيقة العمرية المعروفة التي يعني بيّن فيها أنهم لا يجوز أخذ شيء من ممتلكاتهم ولا إنقاصهم شيئا من حقوقهم ولا التدخل في أمورهم الدينية. وحتى أنهم لما طلبوا منهم أن يصلي داخل الكنيسة رفض، قال أخشى أن ينازعكم المسلمون على هذا المكان إذا صليت فيه. والوثيقة العمرية مشهورة، وهي مكتوبة الآن في كنيسة القيامة، ومكتوبة على لوح من الفضة، ما زالوا محتفظين بها يتوارثونها جيلا عن جيل. وهذا يدل على سماحة الإسلام، ولا أن الإسلام ليس دين إقصائي، وإنما هو للناس كلها، رسالة الإسلام للجميع. وبالتالي هذا يتطلب استيعاب الجميع، استيعابهم بما هم عليه، واستيعاب الجميع لا يعني الرضا عن ما هم عليه. هناك بعض الناس يعتقد أنك إذا تعاملت مع شخص يختلف معك في الدين أنك راضي عن دينه. لا، أنا لست يعني لا يعني أنني راضي ولا مزكي لدينه، وإنما أتعامل معه، هناك يعني معطيات مشتركة نستطيع أن نتفق. وأنا أيضا عندي رسالة، أنا عندي رسالة نريد أن نوصلها إليه، فكيف أصل هذه الرسالة إذا لم نتعامل معه، إذا كنت أعاديه وأنتقص من حقه. ثم ننتقل بعد ذلك يعني خطوات في مصر، ومصر طبعا لها ارتباط كبير ببلاد الشام، لأن يعني المنطقة صحراوية مكشوفة في صحراء سيناء، وكل الجيوش كانت تمر بهذه الصحراء، وفي فترة من الفترات كانوا يشكلون وحدة واحدة ودولة واحدة وجيش واحد. وفي عهد المماليك، وطبعا في عهد الدول الإسلامية في البداية، كانت الدول الإسلامية كلها كانت تمتد من الصين إلى في عهد الدول الأموية إلى البرتغال والرومان. مصر طبعا فتحها عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سنة 20 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقام ببناء الجامع
الذي يعرف في مدينة، وطبعا أنشأ مدينة، هذه المدينة تعرف بمدينة الفسطاط. وطبعا وهذا المسجد يسمى له عدة أسماء، يسمى مسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع، تم بناؤه سنة 21. وعند إنشائه كان الجامع بمثابة مركز للحكم ونواة للدعوة للدين الإسلامي بمصر، ومن ثم بنيت حوله مدينة الفسطاط وهي أولى عواصم مصر الإسلامية. يعني هذا المسجد دائما، المسجد كما ذكرنا، لا ننسى أن المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مركزا لاستقبال الوفود. المساجد الأخرى كانت يعني تمشي على نفس المنهج. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتمع به مع أصحابه ويتنطلق منه الجيوش. المساجد أيضا في الدولة الإسلامية كانت بنفس الطريقة. المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مركزا للتعليم، عبارة عن جامعة ومدارس وكتاب. يعني هناك المستويات المختلفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا المستويات موجودة في المساجد الأخرى كلها، لأنها هذه المساجد أسست كما ذكرت على ضرار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسجد، يعني مسجد عمرو بن العاص الذي أسسه في مصر في القاهرة، وطبعا الآن في القاهرة، وهو كان مطل على النيل، وطبعا الآن فيه بعض البيوت التي تحجز تحول بينه وبين النيل. فهو من أقدم المساجد، حيث بني سنة 21 هجري، وطبعا تم يعني زيادة فيه على مر العصور، ودرس فيه كثير من الصحابة، وتخرج على يديهم كثير من التابعين ومن العلماء الذين درسوا في هذا المسجد، الإمام الشافعي والليث بن سعد وأبو طاهر السلفي والعز بن عبد السلام وغيرهم. هناك طبعا من الفقهاء التابعين الصنابحي والجيشاني، وهما من أصحاب عمر، ثم يعني منهم مرثد بن عبد الله اليزني قاضي الأسكندرية، وأبو رجاء يزيد بن أبي حبيب وغير ذلك. هناك يعني الليث بن سعد وهو صاحب مذهب، هناك حقيقة مجموعة كبيرة من العلماء الذين تخرجوا على يد الصحابة، لأن أعداد الصحابة الذين وصلوا إلى مصر كانت أعدادهم كبيرة. أما المسجد الأخير في هذه الرحلة المباركة التي انتقلنا فيها بين هذه المساجد المؤسسة التي انطلقت منها، هذه حقيقة المساجد، هي المساجد الأولى التي انطلقت منها الحضارة الإسلامية، المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجد البصرة في البصرة، ومسجد الكوفة في الكوفة، والمسجد الأموي في دمشق، وكذلك أيضا مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط في القاهرة. أما جامع عقبة بن نافع وهو طبعا فاتح يعني إفريقيا، وحتى أن الرواية تقول بأنه وصل إلى المحيط الأطلسي، وعلى أنه أوقف يعني فرسه وعلى المحيط الأطلسي وقال: والله لو أني أعلم أن هناك أشخاص خلفك لخضت البحر إليه. طبعا هذه الرواية يعني نقلت عنه، وهو طبعا يعني استمر في فتوحاته حتى وصل إلى جنوب المغرب، إلى منطقة يعني جغرافيا إلى منطقة موريتانيا الآن. وهناك بعض الآبار الموجودة التي يقال بأن عقبة قام والجيش الذي معه طبعا قام بحفرها، وطبعا هو قتل على يد كسيلة أودرا عندما كان في بعض يعني خرجاته الجهادية. عقبة أسس مدينة القيروان وبنى المسجد القيروان بعد فتح إفريقيا اللي هي تونس الآن. وكان الجامع طبعا حين إنشائه بسيطا، صغير المساحة مثل المساجد، وتستند أسقفه على الأعمدة مباشرة دون عقود تصل بين الأعمدة والسقف. طبعا العقود هذه تطورت بعد ذلك، ثم بعد ذلك تطور يعني مساحة المسجد وزيد فيه، وزيد فيه في عصر الدولة الأموية، ثم بعد ذلك في عصر الدولة دولة الأوالبة. وتخرج من هذا المسجد علماء كثيرين، ودرس فيه كثير من الصحابة. إذن هذه
يعني بعض يعني المعلومات المختصرة جدا عن هذه المساجد. ثم طبعا أنا أشرت إلى بعض الجوانب من يعني الأثر الحضاري لهذه المساجد. نقول بأن ارتبط تاريخ التعليم في المجتمع الإسلامي بالمساجد ارتباطا ثقيلا وثيقا، فهو المركز الرئيسي لنشر الثقافة الإسلامية، وهو أحد أهم دور التعليم. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة مكانا للدراسة، حيث كان يجتمع مع الصحابة فيتلو عليهم ما يعني القرآن الكريم ويعلمهم أحكام الدين بالقول والعمل. كان يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وظل المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤدي رسالته زمن الخلفاء الراشدين وزمن العباسيين أو زمن الأمويين والعباسيين، وما زال حتى الآن يقوم بحمد الله ومنه وكرمه بذلك الدور. إذا دخلت المسجد الآن يعني ستنبهر لعشرات الحلقات القرآن الكريم المنتشرة في المسجد، للعلماء المنتشرين. فما عليك إلا أن تذهب، هذا عالم يتحدث في التفسير، وهذا عالم في الحديث، وهذا عالم في العقيدة، وهذا عالم في الفقه، وهذا عالم في الأصول، وهذا عالم في المنطق، وهذا عالم في النحو. وقد فعلا عايشنا هؤلاء، رأيناهم بحمد الله، وما زالوا حتى الآن موجودين. هناك مشايخ كبار يعني كان لهم دور كبير جدا، وما زال في هذا المسجد المبارك، وكذلك أيضا في المسجد الحرام. وأيضا المسجد دمشق، يعني باختصار أقول بأن كل المساجد، كل المساجد كان لها نفس الدور الذي يقوم به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان للصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حلقات للعلم في المسجد النبوي. فذكر مكحول وهو أحد التابعين عن رجل أنه قال: كنا، يعني مكحول أحد التابعين يتحدث عن رجل يقول: كنا جلوسا في حلقة عمر بن الخطاب في مسجد المدينة نتذاكر فضائل القرآن الكريم، فذكر الحديث، وطبعا كان لأبي هريرة. إذن هذا يقول: كنا جلوسا في حلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في درس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصحابة كانت لهم حلقات وكانت لهم أماكن دروس كما هو متبع الآن. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه وهو الحافظ الذي حافظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث في مختلف جوانب الدين وفي العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الأخلاق وفي القيم، يعني أكثر من 5000 حديث. كان له حلقة في المسجد النبوي يعلم فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحلقة تدل على سعة حفظ أبي هريرة، كما كانت طبعا يعني أبو هريرة كل ما كان كل ما تذكر يقول: قال حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي. وأبو هريرة كان من أكثر الناس ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قيل له: أكثرت الحديث يا أبا هريرة، فقال: إن المهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة في الأسواق، وإن الأنصار كانوا يشتغلون بالزراعة، وأنا كنت ألازم الرسول صلى الله عليه وسلم بملء بطني. فأبو هريرة رضي الله عنه كانت له حلقة، وطبعا كما كانت تجيش بعواطف الصادقة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل رجل على معاوية فقال: مررت بالمدينة فإذا بأبو هريرة جالس في المسجد حوله حلقة يحدثه، فقال: حدثني خليلي أبو القاسم. ثم استعبر فبكى، وحق له أن يبكي، يعني إنسان عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تذكره ألا يبكي؟ نحن الآن إذا تذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونتذكر ماذا قدم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتذكر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني نبكي أو نتباكى إذا لم نستطع، إذا لم يأتينا البكاء، فلماذا لا نبكي على أننا لم نحظى بشرف لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبكي مخافة أن نكون مقصرين أيضا فيما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم به، الذي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بيّن لنا كل شيء في هذا الدين.
مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي أكتمله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الصحابة: لم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا كل شيء، يعني في كل شيء يعني يتعلق بأمور دنيانا وأخرى. فهو كان إذا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى. أيضا كان للبراء بن معازب، يعني كما يقول أبو إسحاق السبيعي، يقول: كنا نجلس عند البراء بعضنا خلف بعض. وهذا يدل على أن هناك عدد كبير جدا في درس البراء بن معازب، وهو نص يشير إلى سعة الحلقة، ومن الحلقات المعروفة على ذاك في المسجد النبوي الشريف حلقة الإمام الجليل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. وكذلك أيضا معاذ بن جبل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال، له حلقة أيضا في مسجد دمشق، وصفها لنا أبو إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني أحد كبار التابعين. يقول أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتاة براق الثنايا طويل الصمت، يصف من معاذ بن جبل، وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في الشيء أسندوه وصدروه عن رأيه. يعني الناس عندما يناقشون في مسألة علمية، في حكم شرعي، في أي قضية يختلفوا فيها، يرجعون فيها إلى معاذ بن جبل، فإذا قال لهم رأي فيه توقف أسندوه وصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. ولذلك كانت حلقات العلم في المساجد بمنزلة نظام التعليم العالي. الآن عندنا الآن مراحل التعليم العالي في وقتنا الحاضر. وقد كانت كل طوائف المجتمع حريصة على الإقبال على العلم، حتى المجتهدون والعلماء وعلية القوم منهم كانوا يقبلون على العلم، لأن العلم حقيقة يعني لا ينقطع العلم من المهدي إلى اللحد. إذن كان هذا استعراضا موجزا عن هذه المساجد التاريخية التي هي المؤسس الفعلي حقيقة للحضارة الإسلامية، ومنها انطلق علماء الطب وعلماء الفلسفة وعلماء المنطق وعلماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء الصرف وعلماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء الجغرافيا. كل المعارف انطلقت من المساجد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بشكر الدكتور ألبان الإدريسي على هذا التطواف التاريخي الموجز حول عدد من المساجد، ابتدأها بالمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام ومسجد البصرة ومسجد الكوفة والمسجد الأموي والمسجد الأقصى ومسجد عمرو بن العاص ثم جامعة عقبة ابن نافع. وقد بيّن الدكتور الأثر الحضاري لهذه المساجد في بناء دولة الإسلام وانطلاق نواتها في أرجاء المعمورة. أشكركم على هذا اللقاء، وشكرا دكتور على هذا الأداء الطيب المبارك. الحقيقة يعني كان المفروض هو 45 دقيقة، لكن أنا استطردت في السماع، ما شاء الله كانت عرض جيد ممتاز بما يتعلق بالحضارة وما يتعلق بهذه المساجد. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله تعالى تكرمنا وتتحفنا بالبحث حول هذه المساجد التي تم عرضها. شكرا لكم دكتور، وبارك لك. الله فيكم. الشكر لك، والشكر للزملاء الذين حقيقة ساعدونا في إتمام هذه المحاضرة، والشكر أيضا للقائمين على المنتدى على الاستضافة وعلى الدور الذي يقومون به. فحقيقة أبناؤنا الطلاب في الجامعة القاسمية ينهلون من هذه المحاضرات وهذه الندوات التي تقدم في هذا المنتدى المبارك الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع المداخلة الثانية بعنوان المساجد التاريخية في الشارقة.
يحدثنا الدكتور مني عبد القادر بن عامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بداية أشكركم على هذه السانحة الطيبة للحديث عن موضوع هو من الأهمية بمكان، لا يرتبط فقط بتاريخ المساجد في إمارة الشارقة ولا بتراثها، وإنما كذلك بعمارتها والهوية الحضارية لهذه المساجد على امتداد تاريخ إمارة الشارقة. فبداية، تمثل المساجد في إمارة الشارقة حظا معمارية جميلة تجذب النظر للوهلة الأولى لما تتسم به من جمال أخاذ تجلى بوضوح في عناصر الفن الإسلامي والطراز المعماري التي ميزت مساجد الإمارات كالطراز العثماني والفاطمي والأندلسي والمعاصر الممزوج بروح التراث. لعل ذلك ما جعل الإمارات تلقب بإمارة الألف مدينة سنة 2014، تساقم مع تسميتها أو حصولها على لقب الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. حتى غدت الإمارة بهذه الجهود المتضافرة عاصمة للثقافة الإسلامية ومنارة علم تعليم وأماكن عبادة وتعبد. ومن هذه المساجد المعاصرة التي أصبحت الآن تشكل علامة مهمة معرفة بهوية الإمارة الحاضرة أو المعاصرة، مسجد أحمد بن حنبل ومسجد النور وجامع الشارقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، وهو الجامع الذي يمثل تحفة معمارية حقيقة لما احتوى عليه واشتمل عليه من في تضامنه وفي عناصره المشكلة للطرز المعمارية والزخرفية الماثلة في جنبات المسجد. طبعا غني عن البيان أنه منذ فجر الإسلام شكل المسجد المركز الثقافي الأول الأوحد في العصر النبوي على الأقل، وما مثل ذلك من عصور شكل المسجد كذلك حاضنة للتعليم ولممارسة الشعائر الإسلامية الأخرى. ولذلك كان التخطيط الأول للمسجد بناء على هذا على تماشيا مع هذا الوضع أو تأسيا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك كل اخطاط للمساجد التالية على هذا المنوال. وشكلت كذلك هذه التصاميم وهذه التخطيطات في مجمل أنواعها الهوية الإسلامية للمساجد في تاريخ الإسلام. أما في إمارة الشارقة فلم يختلف الأمر كثيرا. لماذا؟ لاعتبارات، لأن الهوية المكانية الجغرافية لإمارة الشارقة والبساطة التي كانت موجودة بهذه المنطقة منذ آمال بعيدة شكلت هوية مختلفة للمساجد في إمارة الشارقة. فاتكى إذن تاريخ المساجد في إمارة الشارقة على هذا الإرث التاريخي والحضاري المعماري العريق الذي يشكل لنا المعالم والنقوش والطرز المعمارية والأشكال الهندسية الموجودة أو الفنية الموجودة في مساجد إمارة الشارقة هوية واضحة لهذه المعالم. هناك طبعا حديث من قبل المؤرخين والدارسين على أن أقدم مسجد في إمارة الشارقة وأقدم بناء لهذه المساجد يعود إلى نحو قرنين ونصف من الزمان، يعني أكثر من 250 سنة بحسب المصادر المكتوبة والآثارية المنقوشة التي عثر عليها هنا وهناك، حيث ظهرت أن هناك امتدادا للنطاق الجغرافي الشاسع للإمارة عبر سلسلة من المساجد الدينية والتاريخية والتراثية التي ما تزال في أغلبها موجودة وشاخصة إلى حد الآن. طبعا على الرغم من وجود المساجد في الإمارة في فترة تاريخية مبكرة، إلا أنها لم تكن مبنية بناء مركزا، ولا وذلك طبعا عائد إلى الطبيعة الجغرافية كما أسلفت. هناك مساجد كانت عبارة عن عرش ومبنية بالعريش والحجارة باستثناء مئذنة واحدة كانت موجودة بإمارة الشارقة، وهي مئذنة مسجد المناعي التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ويقع هذا المسجد طبعا الآن في حي البليشة القديم بقلب الشارقة. والحق أن أغلب المصادر التي على قلتها وشحها تحيل إلى أن هذا التاريخ الآن التقريبي للمساجد في إمارة الشارقة هو التاريخ الذي يكاد يكون دقيقا، بحيث أن المساجد لا يوجد لها أثر قبل هذه الفترة، أو على الأقل المساجد على هيئتها المعهودة التي نعرفها الآن. وذلك ما أكد طبعا عليه البحاث والخبير التراثي الراحل الدكتور عبد السلطان العزاوي الذي باشر وعاين الخطط المعمارية والعمرانية لمساجد الشارقة منذ أمد بعيدة، فدبج لنا الكثير ووثق لنا الكثير من هذه الأعمال من خلال المسوحات التي قام بها منذ ثمانينيات القرن المنصرم وتسعينيات القرن الماضي وصولا إلى الفترة الراهنة التي وثق من خلالها تاريخ مساجد إمارة الشارقة على نحو مهم
ورمم و يعني رمم الذاكرة المكانية لهذا المسجد وأحياها، وتم افتتاح العديد من المساجد لاحقا بحكم هذا الترميم. طبعا الدراسات الآن المتوافرة في إمارة الشارقة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أن المساجد في إمارة الشارقة التي كانت موجودة في عمومها تنوف على أو تزيد على 21 مسجدا، لكن المتبقي منها الآن الموجود الآن على أرض الواقع نحو 16 مسجدا في مدينة الشارقة أتكلم وليس في الإمارة. ومن أهم هذه المساجد مسجد المناعي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1817 يعني منتصف الأول للقرن التاسع عشر، ومسجد المخاوي 1843، ومسجد عبيد بن عيسى النابودة 1867، ومسجد الجامع 1869، ومسجد العقروبي والمطار القديم، ومسجد محمد المطر السويدي، ومسجد المرر، ومسجد سهيل بن دباس الذي يعود تاريخه كذلك إلى بداية القرن العشرين سنة 1908، ومسجد الدليل الذي كذلك جرى ترميمه ويعود تاريخه إلى سنة 1919، ومسجد الشيوخ، ومسجد بن كامل، ومسجد العبد، وغيرها من المساجد التي تشكل منارات مهمة في إمارة الشارقة وشكلت كذلك هويتها الحضارية والدينية على امتداد تاريخها. طبعا تتوزع هذه المساجد على الخريطة المكانية الضيقة لمدينة الشارقة بخصوص في المناطق أو الأحياء التراثية المعروفة شويهين، المريجة، اللية، الخان، القاسمية وغيرها من الأحياء. ومن أهم طبعا هذه المساجد كما أسلفت مسجد الجامع ومسجد الدليل ومسجد العقروبي ومسجد عبيد بن عيسى النابودة وغيرها من المساجد المهمة. طبعا لكل مسجد من هذه المساجد وظيفته الدينية والثقافية التي والتعليمية التي اطلع بها منذ تأسيسه، وله كذلك قصة تقترن بقصة نشأة البناء والترميم وما جرى على المسجد من أطوار تاريخية مهمة عبر تاريخه، وذلك طبعا ما تحيل إليه الكتابات الموجودة إلى الآن. ما يتعلق بمسجد الدليل الذي أسلفنا الحديث عنه ضمن سرد المساجد التاريخية في إمارة الشارقة، هذا المسجد يعود في تسميته إلى عائلة تحمل نفس الاسم في قلب الشارقة، وهو نفس العائلة، عائلة الدليل، والتي كانت تشرف على أعمال الصيد، صيد اللؤلؤ، ولها عدد من السفن في الخليج. وطبعا المساجد في إمارة الشارقة كذلك ارتبط بناؤها وتشييدها بالزعامات أو الشخصيات المهمة التي عملت في البحر أو عملت في اللؤلؤ، وبالتالي كانت لها عائدات مهمة فوظفتها في بناء المساجد، في عمارة هذه المساجد وفي ترميمها، سواء تعلق الأمر كما أسلفت بمسجد الدليل أو مسجد الجامع أو مسجد عبيد بن عيسى النابودة أو مسجد المناعي، فكلها تندرج في نفس السياق. هناك طبعا مسرد كبير جدا أعددته ضمن الورقة العلمية إن شاء الله سيصلكم كاملا بكامل تفاصيله. طبعا الإمارة الشارقة هذه الحاضنة لهذه 16 مسجدا المتبقية إلى الآن لعبت دورا مهما، دورا وظيفيا يرتبط بأداء الشعائر الإسلامية والدينية بشكل عام، ودورا كذلك تعليميا، لأن هذه المساجد كانت كذلك تقدم فيها الدروس العلمية، وكان المطوع أو النظام التعليمي التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة كان يمارس في هذه المساجد كذلك، أو الكتاتيب في بعض الدول العربية كما يعرف بالكتاتيب في بعض الدول العربية. هذه المساجد وجدنا لها كذلك ذكرا وعرضا مهما يحيل إلى قيمتها التاريخية والدينية وحتى الروحانية كذلك، من خلال ما كتبه الرحالة البريطاني ويليام بلغريف عندما زار الشارقة في منتصف القرن التاسع عشر سنة 1862، فكتب بعض التجليات والانطباعات عن مدينة الشارقة وعن فورها وعن أسواقها وعن بضاعتها وتجارتها وما تقوم عليه الإمارة الباسمة في ذلك الوقت من حركة تجارية قوية، وعن المعالم التاريخية والتراثية، ومن جملتها تحدث عن المساجد باعتبارها مواقع أو مناطق روحانية، رغم أن الرحالة كان نصرانيا وكان قادما إلى هذه المنطقة بأهداف تبشيرية محضة، إلا أنه لم يمنعه ذلك من ذكر وعرض واستحضار القيمة الدينية الروحانية التي تخامر الإنسان عندما يصل إلى هذا المكان. فقال إن مسجد الشارقة القديم إنه مسجد يدعو إلى حالة من الروحانية، نوع من التدرج في مدارج الكمال والصفاء عندما يدخل الإنسان إلى هذا المعلم. وبالتالي وهذه شهادة من مخالف في الدين، لكنها شهادة مهمة جدا
تنبئ وتحيل إلى قيمة المسجد في ذلك الوقت على بساطته، لكن الدور الوظيفي الديني الروحاني كان قائما بقوة ورابطا قويا يربط سكان المنطقة الذين كانوا يتقاطرون ويتوافدون إلى هذه المساجد في أوقات العبادة المعهودة. بالإضافة إلى هذه المساجد، هناك مسرد كذلك طويل عن مساجد إمارة الشارقة جملة، ما يتعلق بمساجد المنطقة الشرقية في خرفكان وكلبة وذيب الحصن. هناك مساجد في مدينة خرفكان، مسجد المطوع الذي توجد صورته الآن على عملة 5 درهم الإماراتية. وهناك مسجد أحمد مشارك، طبعا ترميمه وصيانته ضمن الأعمال التي قيم بها من طرف معهد الشارقة للتراث وبإشراف وتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، بهدف إحياء الذاكرة المكانية بما تنطوي عليه من أهمية وقيمة. تندرج العمارة الدينية ممثلة في المساجد في إمارة الشارقة في صدارة هذه المعالم. فكان أن تم ترميم هذا المعلم مسجد سالم المطوع. بالإضافة كذلك هناك مساجد أخرى، مسجد أحمد بن حسن ومسجد فاطمة بنت أسد ومسجد عفرة بنت عمر. وهناك مساجد أخرى كذلك في منطقة الزبارة بمدينة خرفكان، منها مسجد الحارة والعواني والبحر والظاهر. بالإضافة كذلك إلى المساجد الموجودة بالمدن الأخرى، سواء تعلق الأمر بمدينة الديك مثل مسجد الشريعة، المسجد التاريخي الذي هدم حين من الزمن ثم تم ترميمه وإعادة بنائه وهو الآن موجود في المدينة. هناك مساجد أخرى طبعا في مدينة الديل، منها مسجد الديل ومسجد الكويتي تم بناؤه في 70ات القرن الماضي. طبعا هذا فيما يتعلق بتاريخية المساجد للتعبير وللتوثيق والإحالة إلى أن لهذه المساجد في إمارة الشارقة تاريخا ممتدا وتراثا كذلك عميقا تجلى في طرزها المعمارية ومعالمها الآثارية، وذلك ما كشفت عنه الدراسات التي أسلفنا الحديث عن بعضها، وبخاصة الأعمال التي دبشها الباحث والخبير التراث الراحل عبد الستار العزاوي، حيث كتب لنا ووثق لنا الأسس التي انبنت عليها مساجد إمارة الشارقة في مجموعة من الكتب، منها المساجد التاريخية في إمارة الشارقة دراسة في العناصر المعمارية، ومنها كذلك حديثها عن مسجد الدليل الذي تحدث فيه عن تاريخ المسجد وعن ترميمه وغير ذلك. أما فيما يتعلق بالعناصر المرتبطة بعمارة المساجد في إمارة الشارقة وسبل الصيانة والترميم التي طالتها عبر حقب طويلة، ابتداء من بدء عمليات الترميم والصيانة التي قادها صاحب سمو حاكم الشارقة كما أسلفنا في نطاق المشروع الثقافي لإحياء الرامي إلى إحياء الذاكرة المكانية، ومن ضمنها أن شملت هذه العمليات عمليات ترميم المباني والمساجد والمعالم التاريخية والتراثية والقلاع والحصون والأبراج، لكن ما يهمنا منها الآن هو العمارة المرتبطة بالعمارة الدينية، عمارة المساجد. ابتداء طبعا لم يعثر الخبراء والمناقبون أثناء عمليات التوثيق التي قيم بها على تاريخ دقيق لمساجد الإمارة كما أسلفت، لكن هناك عزو يعزو تاريخ هذه المساجد إلى أنه يعود إلى نحو 250 سنة من الآن، يعني تقريبا قرابة قرنين ونصف من الزمان. وبخاصة أن المساجد في القديم كانت تخلو من حجر الأساس الذي يبين تاريخ البناء وتاريخ الإنشاء وتاريخ التأسيس، مما حدا العاملين في هذا المجال إلى التركيز على جملة من المعطيات للتأكد أو للتعرف على تاريخ بناء المسجد وعمر هذا المسجد وعمارته وما إلى ذلك. وكان أن تم التركيز على مجموعة من العناصر، منها العناصر والمعايير والمقارنة بين المساجد والمباني التاريخية والتراثية في المدينة، وبخاصة منها العمارة المدنية والعمارة كذلك الدفاعية، لأن عمارة المكان أو تاريخ نشأة المدن في تاريخ الإسلام تم التركيز على اختطاط المدن، كان يتم التركيز في اختطاط أو في تخطيط المدن في تاريخ الإسلام على جملة من المعايير تتوافر، ينبغي على المدينة أن تتوافر في هذه المعايير، منها وجود المسجد ومنها كذلك وجود الأسواق وغيرها من العمارة الأخرى الدفاعية كالحصون وبيت الخليفة أو بيت الحاكم وغيرها. فإذا هناك هذه العوامل المهمة والمائزة والمميزة للنمط العمراني لمساجد إمارة الشارقة ما يتعلق بتاريخها ومسارها. فتم التركيز على مجموعة من العناصر، منها التخطيط، منها كذلك أسلوب البناء والجدران والسطوح، منها العناصر المعمارية والزخرفية، وكما أسلفت طبعا وسيأتي كذلك الحديث عنه،
العمارة في إمارة الشارقة كانت ذات منحى يميل إلى البساطة بحكم تواضع الموارد في ذلك الزمان. بالإضافة إلى أنه عندما نلقي نظرة على المواد الأولية التي تم الاتكاء عليها والاعتماد عليها في بناء المساجد، نلاحظ أن هذه المعايير كانت هذه المواد كانت موادا بسيطة في عمومها. عموما تعود فيزورة تخطيط المساجد التراثية في إمارة الشارقة إلى أصالة التخطيط للمساجد العربية الإسلامية الأولى كما أسلفنا، والتي أسست في الأمصار التي تم تحريرها ونشر الإسلام فيها، كمسجد البصرة مثلا والفسطاط والقيروان ومسجد واسط ومسجد بغداد وسامراء وغيرها من المساجد. لذلك فإن المساجد التراثية في إمارة الشارقة ترجع إلى النظام نفسه، ومع ذلك فقد ظهرت عليها بعض التأثيرات المحلية مثل تقليص صحن المسجد أو عدم وجوده في بعض المساجد أو عدم وجود مآذن ضخمة وعالية. كما أسلفنا هناك مئذنة المناعي كانت تعتبر من أقدم المآذن في إمارة الشارقة، فما لم يتم التستق... لم يتم تسقيف تسقيف السطوح، وتطابق كذلك هذا الأسلوب مع أسلوب البناء المباني المدنية كالبيوت والمجالس والمباني الدفاعية كالحصون والقلاع والأسوار وغيرها من المعالم التاريخية والتراثية في إمارة الشارقة. كما يطابق وجود العناصر المعمارية والزخرفية في مساجد إمارة الشارقة مثل ما هو موجود وشاخص في المباني المحيطة الأخرى ذات الأهداف المتنوعة من حيث وجود الأعمدة والعقود والدعائم والجسور الرابطة يشابه تلك الموجودة في المباني الشاخصة المجاورة لها. قد استخدمت في بناء المساجد المواد الأولية المحلية وهي من البيئة وليست نشازا أو غريبة عنها، كالحجر البحري المرجاني واستيراد الأخشاب بأنواعها من مختلف المناطق. كما يمكن للناظر ملاحظة تطابق الأبواب والشبابيك والتسقيف بالجندل أو الخشب المربع مع المباني المجاورة إلى حد كبير، وذلك ما يجعلنا نقارن بين بناء المساجد في الإمارة وربط بناء البيوت المجاورة، لأنه تم في سقف زمني أو في حد زمني متقارب إلى حد كبير، وخاصة أن بعضها ينسب إلى أشخاص من ساكني الموقع مثل بيت النابودة، مثل بيت المدفع، مجلس المدفع وغيرها من البيوت التي عرفت واشتهرت في منطقة قلب الشارقة القديمة. وينسجم بناء هذه البيوت مع النسيج العمراني والمعماري للمنطقة، ويمكن تحديد تاريخ وفترة البناء تقريبا على وجه التقريب وليس على وجه اليقين ما بين سنة 200 سنة أو 250 سنة من الآن، يعني على الرغم من اختلاف في السنوات في سنوات التأسيس والبناء بين مسجد وآخر كما جرى التعريف بذلك. وقد شملت عمليات الترميم الكلي للمساجد مجموعة من العناصر المهمة في إمارة الشارقة مثل بيت الصلاة وجدار القبلة والمحراب والظلة والصحن والمئذنة والميضأة وأقسامها والأعمدة والدعائم والشبابيك والكواء والمدخل والأبواب والملاقف الهوائية البرجيل أو الباتكير والسلالم المبسطة والدكة والسقوف والأسطح والأرضيات. إذا ظهرت كذلك في مساجد الشارقة ومدنها مجموعة من الطرز أو مجموعة من الأشكال الهندسية المعمارية التي ارتبطت بهوية المكان. وكما ارتبط هناك طبعا ملمح جدا مهم في مساجد إمارة الشارقة وقد لا يكون غريبا عن النسيج الثقافي التاريخي للحضارة الإسلامية، وهو اقتران بعض المساجد بالعائلات الكبيرة وبالأسماء الشهيرة في إمارة الشارقة كما في غيرها من المدن الإسلامية. هناك مساجد طبعا في إمارة الشارقة مسمات بأسماء بناتها أو مؤسسيها كمسجد المناعي ومسجد الناخي ومسجد عبيد بن عيسى النابودة، وهذا طبعا يساميه ويشاكله ما حدث ويحدث كذلك في البلدان الإسلامية الأخرى كمسجد بن طولون أحمد بن طولون وغيرها من الأشباه والنظائر التي ظهرت اتساقا مع تطور الحضارات الإسلامية، لأن الحضارة التي ظهرت أو معالم وملامح الحضارة الدينية والإسلامية التي ظهرت في إمارة الشارقة كانت امتدادا طبيعيا كما أسلفنا للحضارة الإسلامية في مجملها. وكانت المساجد الأولى تقام فيها حلقات العلم والتدريس كما أسلفت كذلك. في مسجد الناخي مثلا بمنطقة الحيرة كانت تدرس علوم الدين وكان يتم تحفيظ القرآن وتقديم الوعظ، ثم تطورت فأصبحت تابعة للمدرسة عندما ظهرت. طبعا هناك لدينا أشكال مختلفة
من التخطيط المعماري لهذه المساجد مثل السطح، يوضح ويبرز معالم وملامح التكوين المعماري لمساجد إمارة الشارقة قديما بما تشتمل عليه، سواء تعلق الأمر بالمقاسات، مقاسات المساجد، أو بعناصرها المعمارية كما أسلفت، سطح بيت الصلاة، الطابق الأول، صحن المسجد، المحراب، الكوى، الميضأة، مواقع هذه العناصر داخل المسجد في إمارة الشارقة. وإذا جاز لنا أن نأخذ بعض النماذج استعراضا لها وتعريفا بها، يمكننا أن نتحدث مثلا عن بيت الصلاة، وهو المكان الذي كانت تقام فيه الصلاة في أوقاتها الخمسة، وتختلف مساحة بيت الصلاة من مسجد إلى آخر بناء على طبيعة التخطيط العمراني لهذا المسجد. ويرجع ذلك كما أكد الخبراء إلى عدة عوامل، إذ تحتوي كل المساجد على بيت صلاة وعلى أعمدة ترفع السقف، فيتم التسقيف إما بخشب مربع كما في البيت في مسجد الجامع، وإما بعود الجندل كما مع الدعوم والحصر والطبقات، طبقات من الجص والحجر الصغير، سواء كانت مبنية من الحجر المرجاني كمسجد الدليل ومسجد الناخي ومسجد المناعي ومسجد الخان الذي يوجد بمنطقة الخان، ومسجد البدو كذلك في الشارقة، ومسجد الصيادين في خربكان، ومسجد وادي الحلو، أو أعمدة من حجر رخام جبلي مستورد كما في مسجد الجامع أو مسجد جامع صلاح الدين سابقا، وخشبية أو بأعمدة خشبية ذات زخارف جميلة كما تظهر في الطابق الأول لمسجد عبيد بن عيسى النابودة. تتميز كل الأعمدة بوجود القاعدة البدن والتاج، وتحمل في الصورة تساعد على تسقيف بيت الصلاة، ويكون بيت الصلاة مستطيلا أي بالضلع الطويل، وهو جدار القبلة في إمارة الشارقة نحو الغرب تقريبا، مائلا نحو الغرب، وكذلك الجدار الذي يوازيه. أما الضلعان الصغيران فيكونان في الجانبين، ويدل غياب طبعا العنصر المعماري في تسقيف المباني الدينية في إمارة الشارقة على أن المواد الأولية لا تساعد ولم تكن تساعد على بناء هذه العناصر المعمارية كالحجر البحري والمرجاني أو غيره، من حيث السيطرة والتوازن في بناء أكتاف وخواصر القبو، وكذلك ضبط استدارة صفوف القبة لأن بناءها كالميزان للتساوي لجانبي الربط. لهذا فإن الطابوق أو الحجر الجبل المهذب المهندم يمكن توازنه أو اتحاده مع الجانبين. كما يلاحظ بواطن المحاريب وظهورها كأنصاف قباب في بعض مساجد إمارة الشارقة، كالمسجد مثلا الآن المسجد الجامع في المريجة، ولا ينكر كذلك القيام ببعض عقد واسطة الباطن للحنايا في جدران المساجد. طبعا هذا كله وصف تفصيلي يرتبط أو يقترن ببعض الخرائط والمخططات العمرانية التي ترتبط بمساجد الإمارة. ترجع بعض العناصر المعمارية لمباني المساجد التراثية الكاملة بجذورها إلى الفني العربي الإسلامي، أما غياب عنصر أو عناصر من هذه العناصر التراثية المعمارية الإسلامية فيعود إلى نتيجة ظروف محلية كما أسلفنا، لأن هناك المواد التي كانت تستجلب من خارج الإمارة أو من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا كلها، كانت تستجلب من مناطق مختلفة من إفريقيا وغيرها، وبالتالي ارتكزت المواد التي بنيت بها المساجد المحلية على المواد ذات الصبغة البيئية المحلية من داخل الإمارة، ويلجأ في بعض الأحيان إلى المواد المستخرجة أو المستجلبة من الخارج لتغطية بعض الجوانب العناصر أو العناصر المعمارية في مساجد الإمارة. تعتمد كل سقوف بيوت الصلاة في المساجد التراثية في إمارة الشارقة على عنصر العمود والدعامة أساساً، وهو هذا ويعتبر هذا الموضوع عنصرا مهما في رفع وحمل السقوف، تربط تلك الروافع العمود او الدعامه فيما بينها بواسطه فسور خشبيه اما من عمود الجندل او من خشب الصاج، غالبا بعد معالجته معالجه تتناسب مع طبيعه استخدامه في الترميم. وتوجد اعمده مختلفه الاشكال وتختلف موادها الاوليه في كل المساجد التراثيه في اماره الشارقه، حيث لوحظ الاختلاف في الأعمدة حسب التوسعة في الطابق الأول أو في بيت الصلاة لمسجد الدليل في شويهين بإمارة الشارقة أو بقلب الشارقة بشكل خاص. طبعا هناك كذلك بعض الرسومات المهمة المخططات المهمة التي يمكن الرجوع إليها
الاستيضاحي بشكل أكثر ولبيان التفاصيل المعمارية والزخرفية ترتبط أو تقترن بتاريخ هذا المسجد أو ذاك. لدينا طبعا بعض الأمثلة الأخرى المرتبطة بتاريخ المساجد في إمارة الشارقة وعماراتها، وبخاصة فيما يتعلق بجدار القبلة والمحراب المزدوج. فاتجاه القبلة في مساجد الإمارة، مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الغرب، لهذا يؤكد المخطط على ضبط الاتجاه، ومنه يباشر تخطيط الأقسام التي تتناسب معهم شكلا وحجما، ويكون بناء جدار القبلة مطابقا لبقية أقسامه من حيث المواد الأولية والعناصر التي توجد في المسجد. وتوجد شبابيك تخترق جدار القبلة تقع على جانبي المحراب. على الرغم من اختلاف مساحاتها وأنواعها، نجد شباكا عاديا ويشترك معه ملقف هوائي اللي هو غالبا ما يكون براجيل. كما يلاحظ وجود كوى مختلفة مربعة ومستطيلة ودائرية تخترق جدرانا من الأعلى. وطبعا هذا واضح جدا عندما يزور الآن الزائر أو يذهب إلى مساجد، مثلا على وجه التشبيه مسجد الدليل أو مسجد الشيوخ موجود بقلب الشارقة، يلاحظ هذه التفاصيل الدقيقة التي جرى تطبيقها على هذه المساجد بعد ترميمها وصيانتها وافتتاحها لمباشرة ممارسة الشعائر الدينية فيها. يعد المحراب المجوف العنصر المهم في بناء المساجد في إمارة الشارقة، ويكون موقعه في وسط جدار القبلة. وكل المحاريب في مساجد الشارقة مجوفة، سواء كانت منفردة كمسجد النور، كمسجد البدو عفوا، أو مسجد الدليل أو مسجد المناعي، أو مزدوجة المحراب زائد المنبر كالمحراب للإمام وبجانبه محراب مرتفع قليلا هو المنبر، مثل محراب مسجد عبيد بن عيسى النابودة والمسجد الجامع ومسجد خرفكان. ويتم بناء جدار القبلة والمحراب معا بالمواد الأولية في بناء جدران المسجد. ويحتوي بطن المحاريب المزدوجة المجوفة على 3 كواء، واحدة في الوسط ولكل جانب واحدة، ارتفاعها عن مستوى أرضية المحارب نحو 80 سنتيمتر للدخول الضوئي والهوائي إلى داخل المسجد، وتغلق عادة بقطع من الزخارف الجصية المخرمة. طبعا من ضمن المواصفات أو العناصر المعمارية المهمة التي تشكل طابعا مختلفا يتسق مع طابع العمارة المحلية للمساجد الدينية في إمارة الشارقة، يختلف كذلك شكل المحراب البارز عن جدار القبلة من الخارج، ويأخذ شكلا مستطيلا وفيه تضليع من الجوانب المختلفة، وشكل نصف اسطواني أو سقفه نصف قبة كما يظهر من الخارج واضح التحدب، وبعضها يكون بهيئة مستطيل فيدخل مستطيل فيه تدرج من الجانبين كما في مسجد المناعي. أما في المساجد ذات الطابقين فيكون امتداد ظهر المحراب من الطابق الأول إلى الثاني بالشكل والحجم نفسيهما، مع وجود الكوة الثلاثة التي تخترق جدران الطابق كما ظهر في مسجد عبيد بن عيسى النابودة ومسجد الدليل. ودائما ضرب المثل بهذه المساجد لأنها متشابهة من حيث الطرز المعمارية الداخلية ولتقاربها كذلك في بعض العناصر الداخلية المشكلة لهوية المسجد الداخلية. يمكن طبعا تقسيم محاريب المساجد التراثية إلى قسمين بحسب نتائج الأعمال الترميمية التي قام بها والصيانة والتوثيق التي جرت على هذه المساجد، ومنها المحراب المجوف الصغير والمحراب المزدوج كما أسلفنا في النماذج المذكورة. هناك طبعا المزدوج عندنا في مسجد الجامع يبرز لنا محراب مزدوج كما أسلفت، ومحراب الموحد أو الواحد موجود كذلك في مسجد المناعي. الظلة وهي السقيفة أو الرواق المفتوح والمرفوع ببساطة أحمدة أو دعائم تساعد على التسقيف وعمل السطوح. وتوجد هذه الظلة في المساجد في جانبها الشرقي في مقدمة بيت الصلاة، وتكون مع جدار بيت الصلاة الشرقي وجزء من جدران الصحن الجانب الشمالية والجنوبية، وشكلها مستطيل لأنها توازي بيت الصلاة. وغالبا ما يرتفع سقف الظلة الأعمدة عدة منفصلة أو بأنصافها في الجانبين كما ظهرت في مسجد سيف بن غانم وهو مسجد الصيادين في خوركلبا، ومسجد المناعي في المليجة، ومسجد خرفكان، وفي المسجد الجامعي في المليجة. فإن الأعمدة الحجرية رفعت من المسجد أثناء التجديد،
تستغل الظل للصلاة، تستغل الظل للصلاة في حالة اعتدال المناخ، وغالبا في أوقات صلوات الفجر، هاي الأوقات الباردة أو الأوقات التي لا تكون لا يكون المصلون معرضون لأشعة الشمس أو للحرارة القوية. بالتالي تكون في أوقات الفجر أو العشاء أو المغرب عند الازدحام، ويكون سطح الظل بمستوى سطح بيت الصلاة، وتضم في المساجد التراثية عناصر أخرى تشترك معها كالحنايا أو الشبابيك والكوى في الأعلى والملاذف الهوائية ذات الفتحة الواحدة أفقيا في الجدار، وغالبا تعلو جدرانها الثلاث زخارف شخصية مختلفة، هي نباتية أو محورة أو هندسية أيا كانت، لكنها لا تعدو كونها أحد الثلاثة المذكورة، نباتية، محورة، أو شخصية، أو هندسية. هناك طبعا نماذج دالة على هذه الزخارف الموجودة بهذه المساجد. طبعا من ضمن العناصر المهمة في العناصر المعمارية المشكلة لهوية المساجد في إمارة الشارقة، هناك نجد الصحن في تخطيط مساجد إمارة الشارقة، وهو يجد أن هذا الفراغ المكشوف يكون في مقدمة المسجد، أي جانبه الشرقي مقابل جدار القبلة، ويغلب على الصحن الشكل المستطيل، أي موازيا طولا لجدار بيت الصلاة، وعرضا صغيرا يخترق ضلعه الطويل، يخترق ضلعه الطويل مدخل المسجد نحو الصحن، ثم ظل إلى بيت الصلاة، كما في مسجد المناعي، وكما كذلك في المسجد الجامع. وتطور بعدم وجود الصحن كتخطيط المساجد الأولى يعود في بعض أسبابه إلى المحافظة والسيطرة على الظروف المناخية التي كانت موجودة بالمنطقة، أما المساجد الأخرى فلا يظهر فيها الصحن، وأثناء التنقيب عثر الخبراء على آثار أو على بقايا لدكة مرتفعة إلى 30 سنتيمتر أمام جدار مسجد البدو الشرقي، ولم تظهر فيه ظلة أو صحن. كذلك مسجد عبيد بن عيسى ومسجد الدليل في إمارة الشارقة ومسجد الصيادين في خرفكان وفي خوركلبة عفوا، ولم تظهر عناصر معمارية في صحن المساجد المذكورة، بل وجد في الركن الشمالي الشرقي مئذنة متلاصقة مع الجدار أو مع جدار الصحن الشمالي والشرقي أي الركن. كذلك هناك عنصر الميضأة نجده في الركن الشمالي الغربي، يفتح باب الميضأة أو الحمامات في ضلع المسجد الشرقي من الخارج، نجد موقع البئر الطوي في جانب المسجد شرقا خارج جداره. طبعا تم الكشف عن بعض هذه العناصر كذلك المعمارية عندما تم مباشرة عمليات التصميم، مباشرة عمليات الترميم والصيانة لهذه المساجد تباعا أولا بأول. طبعا بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن أرضية مسجد المناعي مرتفعة عن مستوى أرضية البيوت، والسكك المحيطة به نحو 1.80 سنتيمتر، ويحتمل متر عفوا، ويحتمل أن يكون هذا الارتفاع المقصود منه تمييز للموقع المسجد عن الوحدات السكنية الأخرى المجاورة له، لأن هذه المساجد في توزيعاتها الجغرافية هي متوزعة داخل أحياء الشارقة القديمة. وبالتالي وحتى كذلك إذا عدنا إلى الوصف بالجريف الرحالة نجد أن هذه المساجد كانت كذلك متوزعة على أحياء الشارقة، ولها ما يميزها من حيث الطرز المعمارية والشكل أو الهيئة للمسجد عن غيره، تمييزا له عن غيره من المباني المحيطة به. ولم يعثر على أسس لمئذنة في مسجد عبيد بن عيسى ومسجد البدو ومسجد الدليل ومسجد الناخي في إمارة في الشارقة، وكذلك مسجد سيف بن غانم، مسجد صيادين في خور كلبة. وإذا أخذنا كذلك ضمن العناصر المعمارية التي تحدثنا عنها، سواء تعلق الأمر بالصحن أو المئذنة أو الميضأة أو غيرها من العناصر الأخرى التي تشكل عماد هوية المساجد العمرانية والمعمارية في إمارة الشارقة، نتحدث عن المئذنة. والمئذنة لم يعثر أثناء التوثيق لمبنى المسجد وخلال أعمال التنقيب ومتابعة أسس الجدران أقسام المساجد في إمارة الشارقة، لم يعثر على أسس أو بقايا مآذن في المساجد الشاخصة في إمارة الشارقة. تم التعرف إلى جزء من بقايا مئذنة شاخصة في الركن الشمالي الشرقي لمسجد المناعي في حي المريجة بإمارة الشارقة، ويتميز بناء هذه المئذنة بأسلوب مخروطي تقريبا، أي يظهر أن قطر القاعدة أطول من قطر الرأس، وقد بنيت المئذنة بالمواد الأولية كالحجر المرجاني والجص
مطابقة للمواد التي بني بها المسجد بشكل كبير. تحتوي هذه المئذنة تحتوي مئذنة مثلا المسجد المناعي على مدخل صغير مفتوح إلى الصحن بجانبها الجنوبي، ولها سلم حلزوني داخلي يؤدي إلى أعلى المئذنة، وقمة المئذنة مفتوحة من الأعلى ومحاطة بستارة بارتفاع 1.2 متر، ولها 4 فتحات مقاسها 80 في 60، وهذه الفتحات الأربع موزعة تقريبا نحو الجهات الأربع، وتسهل وتساعد على نشر صوت أو صوت المؤذن أو صوت المناداة إلى الصلاة في أوقاتها. وحسب التوثيق كذلك الذي تحدثنا عنه لمساجد منطقة الخانة التراثية في سنة 1992، يظهر أن مسجد سيف بوجريدة هو أو مسجد عائشة بنت عبيد بن عيسى بن جرش جزءا شاخصا للمئذنة، كما تظهر كذلك تفاصيل الأعمدة وتيجانها الساقطة لبيت الصلاة أو الظلة أو مئذنة مسجد العقربي حاليا. فإنها هذه المئذنة حديثة النشأ وحديثة الإنشاء، وتم بناؤها بالطابوق مغلفة بالحجر البحري في حدود سنة 1998، ولعل هذا التحديث جرى عليها ضمن عمليات الترميم التي طالت المسجد عبر فتراته المختلفة. طبعا تظهر كذلك لدينا في بعض المخططات والصور سواء خلال أو قبل أو أثناء أو بعد عمليات الترميم التي طالت هذه المساجد، تظهر لنا هذه المئذنة في شكلها الأولي قبل أن يجري أو يحدث عليها عمليات الترميم والصيانة اللاحقة. أما فيما يتعلق كذلك ببعض العناصر الأخرى المشكلة والمميزة لعمارة المساجد في إمارة الشارقة وفي مدينة الشارقة على وجه الخصوص كذلك، وهناك الأعمدة التي كانت تعتبر من أهم العناصر التي تساعد على التسقيف، إذ نجدها في بيت الصلاة والظل وبيت بهيئة خط أو خطوط موازية لجدار القبلة، ويمكن تقسيمها إلى أعمدة الحجر المرجاني والجص، وهذا النوع من الأعمدة الأكثر شيوعا في بناء المساجد لأن مادته الأولية متوافرة محليا، وهذا كما أسلفنا من الأهمية بمكان، لأن الارتكاز في عمارة المساجد في إمارة الشارقة وفي مبانيها بشكل عام أيا كان طابعها المعماري سواء كانت تجارية أو مدنية أو دينية، فإنها إنما كانت تعود إلى المواد الأولية المستخرجة أو المستخلصة من عيل المكان. لذلك فكانت هذه المواد مواد أولية من البيئة المحلية، وكان يبنى العمود من الحجر المرجاني ومادة الجص الرابطة له. تظهر تلك الأعمدة في مسجد البدو مثلا المناعي ومسجد الدليل في الشارقة ومسجد الصيادين في خور كلبة، ثم الأعمدة الحجرية الجبلية والأعمدة الحديدية والأعمدة الخشبية. طبعا هناك أعمدة تم استحداثها وتم إدراجها ضمن التشكيل المعماري لهذه المساجد لاحقا في نطاق عمليات الترميم والصيانة التي شملت المكان، وتم تحديثها بما يتناسب مع طبيعة التحديث وطبيعة التطور كذلك، دون أن يلغي ذلك الهوية الحضارية والتراثية للمبنى أو للمعلم الديني. هناك طبعا بالإضافة إلى ما أسلفنا الحديث عنه من عناصر، هناك عناصر أخرى مشكلة للهوية العمرانية والمعمارية للمساجد في إمارة الشارقة، وهي الشبابيك والكوع. إذا تحدثنا في البداية عن الشبابيك نجد أنها هي نوافذ ذات إطارات من الخشب تخللها قضبان نحاسية مرتبطة ارتباطا بالإطار من الأعلى، أو مربوطة ارتباطا قويا بالإطار من الأعلى والوسط والأسفل بوساطة ماسكة من البرونز مختلفة الأحجام. تفتح تلك الشبابيك في جدران المسجد وجدار القبلة موزعة بالتساوي على جانبي المحراب وكذلك جانبي بيت الصلاة، أما الجانب الشمالي مقابل القبلة فقد تخترقه أبواب وشبابيك. ويعود سبب وجود هذه الشبابيك مخترقة جدران القبلة إلى ملائمة الظروف المناخية السائدة في المنطقة وما كانت تتسم به من حرارة وصعوبة، وكذلك الشبابيك الجانبية جميعا تساعد على تلطيف الجو وتبديل الهواء لراحة المصلين أثناء الصلاة. وتقع كل الشبابيك على مستوى منخفض عن أرضية المساجد، وقد تستغل بعد غلقها موقعا لوضع المصاحف. طبعا هذا الآن لما الزائر الآن يروح على مسجد مثلا الدليل أو أي مسجد من المساجد
الشارقة القديمة، بلاقي أنه هناك شبابيك داخلية بإمكان أن يستخدمها كمكتبة أو كرفوف داخلية لوضع الكتب أو لوضع المصاحف وغيرها، لأنها في متناول الأيدي في البداية، ولأنها كذلك جاهزة لهذا الاستخدام سواء كانت في جدار القبلة أو في جدران المساجد الجانبية الأخرى. تم توثيق طبعا شبابيك مسجد عبيد بن عيسى النابودة التي تخترق جدار بيت الصلاة من الجنوب بأنها مرتفعة وذات نقوش أو طقوس في الأعلى. يعتقد أن سبب عملها وموقعها بهذه الحالة لأنها تطل على السوق. طبعا ارتباط المسجد بالسوق كذلك ارتباط وثيق وموجود، كما ألمحنا الحديث عن ذلك عندما تحدثنا عن ارتباط نشأة هذه المساجد بنشأة المدن الإسلامية بشكل عام. وطبعا هذا ارتباط كذلك آخر لأنها تطل على السوق، ولأنها كذلك تمنع من أو لمنعها من المتطفلين أو الجهلة بالاطلاع على الاطلاع أو المحادثة مع المصلين، لأنه إذا ما كانت هذه المساجد بهذا الارتفاع قد لا يؤمن من تطفل بعض المارة على المصلين وانشغالهم أو شغلهم عن الصلاة بحادثة جانبية. طبعا أدت هذه الحالة إلى أن تكون الشبابيك في موقع مرتفع كما أسلفت، وأنها أصغر حجما من مثيلاتها في المسجد، وقد اشتركت بعض مواقع الشبابيك مع عنصر آخر وهو الملاقف الهوائية أو الملاقف البراجيل في مسجد خرفكان مثلا ومسجد البدو بقلب الشارقة. طبعا بالإضافة إلى العناصر التي تحدثنا عنها، هناك عناصر أخرى مهمة لا تقل أهمية عن الشبابيك وعن المداخل التي تحدثنا عنها، وهناك المدخل والأبواب. هي من العناصر المعمارية المهمة في المساجد، مداخلها الخارجية التي تحتضن الأبواب الخشبية، وتحتوي غالبية المساجد في إمارة الشارقة على مداخل خارجية ضمن جدارها الخارجي، سواء كان ضمن بيت الصلاة أو الجدار الذي يحيط بالقسم الخالي الصحن في جانب المسجد الشرقي، سواء كان في الطابق الأرضي كالمسجد الجامع مسجد صلاح الدين حاليا وسابقا عفوا ومسجد خرفكان، أو بمدخلين يضمان بابا خشبيا في الطابق الأول كمسجد عبيد بن عيسى النابودة أو مسجد الدليل. تقع أبواب مداخل المساجد التراثية بإمارة الشارقة وسط ضلع بيت الصلاة الجدار الشرقي مقابل المحراب تماما. إذا كان المسجد يتكون من بيت الصلاة كمسجد عبيد بن عيسى ومسجد البدو والمساجد الأخرى، أما إذا كان للمسجد في جانبيه الشرقي صحن صغير فإن المدخل يفتح في ركنه كما في المسجد الجامع ومسجد خرفكان، أو يفتح المدخل الخارجي وسط الجدار الشرقي للمسجد كما في مسجد المناعي. وتكون مقاسات أبواب المداخل الخارجية من 150 إلى 180 سنتيمتر والارتفاع من 210 إلى 220 سنتيمتر كذلك كمدخل مسجد المناعي ومدخل الجامع، وقد تختلف هذه المقاسات باختلاف الأبواب الداخل الجانبية للمساجد أو بحسب ارتفاعها. وتم توثيق وضبط أبواب المداخل الخارجية من الجانب كالمسجد الجامع ومسجد الدليل ومسجد البدو ومسجد عبيد بن عيسى المدفع. وطبعا هذه المعلومات، هناك معلومات زاخرة وغنية ومهمة حول هذه التفاصيل المعمارية والعناصر العمرانية لمساجد الشارقة ذكرها الخبير المعماري الراحل عبد الستار العزاوي في كتابه المساجد التراثية بإمارة الشارقة دراسة في العناصر، وكذلك في كتابه عن مسجد الدليل وغيره من الكتب الأخرى التي حاول من خلالها توثيق عمليات الترميم والصيانة التي طالت مختلفة مساجد إمارة الشارقة، سواء تعلق الأمر بقلب الشارقة أو بمدن الشارقة الأخرى التي طالتها أعمال الصيانة والترميم كما طالت قلب الشارقة كذلك. هناك طبعا موقع وشكل المداخل وسط الضلع الشرقي بشكل مستطيل فيما يتعلق بمداخل أبواب المساجد. أما الأبواب الداخلية للمساجد التراثية فإنها تخترق جدار بيت الصلاة الشرقي أي الضلع المقابل لجدار القبلة والمحراب، وتحتوي على ضلعين أو ضفتين. وهذه تتقارب أو تتشاكل فيها مساجد الشارقة بخاصة المساجد التراثية أو التاريخية القديمة التي نحن الآن بسياق الحديث عنها. أما المساجد الحديثة طبعا فذات طابع معماري مختلف ربما لها سياقها الآخر. الملاقف الهوائية أو البرجيل
وهي تعتبر كذلك من أهم العناصر المعمارية في مساجد إمارة الشارقة، لأنها هي عناصر التهوية، وقد انتشر عنصر البلاق في الهوائية في غالبية المباني المدنية والخدمية، وذلك بحسب ظروف المنطقة ومناخها وحاجة تلك الوحدات إلى حركات هوائية وحركة الهواء داخل المكان. لهذا الشيء ويلاحظ فوق السطوح ذلك العنصر، لكن لم يوجد في مساجد الشارقة التراثية عنصر الملقف الهوائي بارزا فوق سطوحها، والمقصود به الملقف الهوائي ذا الفتحات الأربع. طبعا هناك مسجد مجلس المدفع في إمارة الشارقة، هذا المسجد فهو يحتوي على العديد من الفتحات الهوائية أو الملاقف الهوائية البرجيل، وهو عنصر معماري مائز في هذا البناء المعماري، ويعبر كذلك عن نمط مغاير إلى حد ما في بعض المباني السكنية والخدمية في إمارة الشارقة. يظهر عنصر الملقف الهوائي البرجيل في المباني التراثية بأشكال وأحجام مختلفة بهدف معماري فني لخدمة الوحدات البنائية، والملقف الهوائي بأنواعه وأشكاله ومواقعه في المباني هو حصيلة لحل مشكلة حركة الهواء داخل المكان وتبديلها، فيبدل الهواء داخل المكان بمثابة التهوية. يعني تعد الملاقف الهوائية المنفردة ذات فوائد تنسجم مع الجو والطقس الموجود بالمنطقة وتلائم البيئة الطبيعية، ويعد الصحن في المساجد أكبر متنفس للتهوية، علما أن الجو الحار والطبيعة ذات الرطوبة العالية ساعد على غياب عنصر الصحن أو جعله صغيرا جانبيا. كما للملقف المنفرد فوائد في تخفيف الوزن والثقل على الجدار وعلى الجدران بشكل عام، يعود ذلك إلى قلة المواد الأولية فيه كجانب اقتصادي في تقليل تكاليف المواد الأولية ودخول الهواء من جانب واحد نحو الداخل من جهات المساجد كلها. وغالبا 3 واجهات لتلطيف جو بيت الصلاة والظلة، وقد يضيف شكل الملقف الهواء أو الهوائي المنفرد زمانا إلى تقسيم المسجد أو الواجهات من خارج وداخل المسجد. وكذلك بعض عناصرها إن وجدت، عناصر المسجد إن وجدت كالعقد والزخارف. ويظهر عنصر الملقف الهوائي في المساجد التراثية بإمارة الشارقة بشكل وموقع الملقف الهوائي وسط الجدران مشتركا مع الحنايا أو الشبابيك، وليس هذا الوجود بشكل عام بل حسب تخطيط المساجد، ويختلف من مسجد إلى آخر كما في المخططات العمرانية الموجودة إلى الآن، وحتى كما كذلك في هوية المساجد التراثية الموجودة بطلب الشارقة الآن. طبعا بالإضافة كذلك إلى العناصر التي أسلفنا الحديث عنها، هناك عناصر أخرى لا تقل كذلك أهمية عنها مثل السلالم. وغالبية مساجد إمارة الشارقة ذات طابق واحد، يوجد مسجدان تراثيان تم ترميمهما وصيانتهما، وهما مسجد عبيد بن عيسى في المريشة ومسجد الدليل في الشوهين. في أثناء التوثيق لمسجد عبيد بن عيسى النابودة والتحري والتنقيب، عثر على درجات عدة لسلم في ركن المسجد الشمالي الغربي، ويعتقد أن موقع المسجد سابقا قرب خور الشارقة ساعد السلم على الانحدار نحو ماء الخور للوضوء، وهذا شيء مشاهد من خلال كذلك المخطط الموجود الآن عن هذا المسجد. ويتألف المسجد من طابقين، استوجب ذلك عمل سلم لطابق أول ولدخول كذلك المصلين، وقد أعيد في الترميم والصيانة السلم مع درجاته نحو الطابق الأول، ويبدأ مع الجانب الشمالي الشرقي وينكسر نحو الشرق ملتحما مع القسم الشمالي الشرقي حتى فتحته في ستار الطابق الأرضي، وتم عمل حاجز للسلم بواسطة دعائم يربط ما بينها عود جندل أفقيا، كما تم وضع مشبك خشبي في نهايته لحماية الصاعد من الوقوع. يوجد سلم آخر للمساجد التراثية في منطقة شوهين لمسجد الدليل، ويقع في الجانب الشرقي لجداره ملاصقا له، وهذا السلم ينحدر أو تنحدر درجاته نحو الشمال والجنوب كي يساعد ويسهل الصعود إلى طابقه الأول. ثم يوجد سلم نحو جانبي مدخل مسجد المدفع، يؤدي الأول نحو الجانب الشرقي والثاني نحو الميضأ والبئر والحمامات. وسبب وجود هذا السلم كذلك
أن أرضية مسجد المناعي مرتفعة، وهذا ما يستدعي بالضرورة وجود شيء مستوى رفع، أو منطقة مرتفعة ذات أرضية مرتفعة، مما يتطلب كذلك عمل سلم في مدخل المسجد يتناسب مع طبيعة بنائه الداخلي. إذن كذلك هذه السلالم كانت أمور من ضمن العناصر المهمة والعناصر المعمارية المهمة لمساجد إمارة الشارقة. هناك المصطبة أو الدكة، وهي توجد كذلك في جانب مسجد البدو، جوانب الشرقية توجد مصطبة أو دكة مرتفعة بمقدار 50 سنتيمتر، ولها مدخلان، الأول وسط جانبها الشرقي والآخر ويقابل الباب الرئيس لبيت الصلاة المحراب، ويستخدمه المصلون في أثناء دخولهم إلى المسجد. والمدخل الثاني نهايته جانب المصطبة الجنوبي، ركنها الجنوبي الشرقي، ويسهل كذلك دخول المصلين بعد الوضوء، وتقع الميضأ في جانب المسجد الجنوبي، وتم عمل جدار نهايته محدبة حول المصطبة لحمايتها من دخول أي شيء، ولتبقى نظيفة للصلاة، لأن موقع المسجد حاليا محاط بشوارع وساحة، وكذلك لتحديدها للمصلين لمنع سقوط بعضهم، البقاء ضمن ذلك الإطار مع الجدار المبني من الحجر المرجاني والجص. تستخدم المصطبة أو الدكة غالبا في صلوات الصبح والمغرب والعشاء لعدم وجود الشمس، لأن المصطبة ليست لها ظلة أو مظلة أو سقف يفصلها، ويفضلها غالبا المصلون في هذه الأوقات، لأن بها متسعا من الفضاء وحركة الرياح، فهي طبيعية، ذات طبيعة يعني تسمح كذلك بمقابلة الهواء الخارجي دون أن يكون هناك سقف أو حواجز تمنع المصلين من ذلك. كما أن مصطبة أو دكة كما نشيد كذلك، بالإضافة إلى المصاطب التي أسلفنا الحديث عنها، هناك مصطبة أو دكة موجودة بالمسجد سهيل بن دباس في الخان، وتقع في جانبه الشرقي، وهي مستطيلة الشكل موازية لبيت الصلاة، وعرضها أقل منه، ويلاحظ أن المصلين بعد الانتهاء من الوضوء في الميضة الواقعة إلى جانبها الشرقي يدخلون مباشرة من فتحة صغيرة إلى المصطبة مرورا إلى بيت الصلاة، وقد يستخدمها المصلون في أوقات غياب الشمس، وخاصة عند صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة المغرب، كما أسلفنا لارتباطها كذلك بطبيعة الطبيعة المناخية للمكان. طبعا بالإضافة إلى ما تم الحديث عنه، هناك السقوف والسطوح. أثناء عمليات التنقيب وأثناء عمليات البحث للترميم وجمع المادة والمسوحات التي قام بها بهدف جمع مادة متكاملة عن المساجد، هناك تم جمع معلومات مهمة تتعلق بالسقوف والسطوح. وحسب الخطة الموضوعة لكل مسجد ومتطلباته، كانت هناك سقوف تحتاج إلى تبديل، سقوف هذه المساجد. قد تمت الملاحظة أن سقوف المساجد الترابية مرفوعة ومستندة إلى جدران بيت الصلاة أو ظلة، وأن المنطقة الداخلية لبيت الصلاة تستند إلى أعمدة منها الحجرية كالمسجد الجامع، أو بناء حجر بحري وجص كمسجد المناعي ومسجد الدليل، ومنها البرونزية كمسجد عبيد بن عيسى النابودة، أو خشبية لطابقه الأول. ويستند السقف إلى الجدران الجانبية الثلاثة، جدار القبلة والجدارين الشمالي والجنوبي، بالإضافة كذلك إلى أن وسط بيت الصلاة فقد تم استخدام جسور خشبية رابطة بين تيجان الأعمدة، وعددها 4، مربعة الشكل ومربوطة بأسلوب يتداخل فيه ويتراجع الربط، يعني بطريقة عمرانية معينة على أن تضمن كذلك هذه السقوف حماية المسجد في عند أعمال الترميم التي قام بها وتمت مباشرتها في ذلك الوقت. كذلك تم تنفيذ العمل لسقف مسجد عبيد بن عيسى طبقه الأول، وطبعا هذه الأعمال كلها قام بها في مختلف المساجد إمارة الشارقة. وتم كذلك تطابق حالة السقوف والسطوح لبيت الصلاة والظلة، كما أن خشب سقف الظلة في الأمام يتقدم نحو الخارج، تتبعها مراحل السقف والسطوح، إلى غير ذلك مما يرتبط بعمليات السقوف والسطوح.
الأسطح في المساجد القديمة بإمارة سالم. أعمال الترميم والصيانة لهذه المباني، إنه طبعا المسوحات التي قام بها من لدن الخبراء الذين اشتغلوا على حماية وصيانة المساجد التراثية بإمارة سالقة، قاموا كذلك بأعمال الترميم والصيانة، وتم وضع مخطط عملي لإجراء هذه المسوحات وهذه الترميمات بناء على ما تم جمعه من معلومات توثيقية حول تاريخية المساجد وعمارها وأنماطها العمرانية الداخلية والخارجية، مما تم سرده وعرضه فيما سبق من هذه المحاضرة. وهناك طبعا ارتكزت هذه الأعمال على مجموعة من النقاط المهمة التي يمكن إجمالها في النقاط التالية. أولا، التوثيق والمسح. طبعا في عمليات الترميم كان يستوجب هذا العمل من الخبراء القيام بأعمال مباشرة المسح والصيانة للمساجد، لمعرفة ما يتعلق بالموقع والعناصر المعمارية والزخرفية وحالتها قبل الترميم والصيانة، وذلك يتم بحسب صور ومخططات تم إعدادها من قبل المرممين. تعد هذه الخطوة مهمة جدا للرجوع إليها في أثناء العمل في الترميم لمعرفة تفاصيل دقيقة للجانب العمراني المشكل للعناصر الداخلية لمساجد إمارة الشارقة القديمة. وبالتالي هذه المخططات التي عكف على إعدادها مجموعة من الخبراء العمرانيين في إمارة الشارقة أدت بهم كذلك إلى جمع قاعدة بيانية حول المخططات والصور التي حوت الأشكال المختلفة للطبيعة العمرانية لمساجد الإمارة. بالإضافة إلى وضع المخطط الأول التوثيقي، هناك مرحلة تالية وهي مرحلة التنظيف والتنقيب والكشط. وهذه المرحلة تتطلب أعمال التنظيف، رفع الأنقاض المتروكة أو المتراكمة لبعض المساجد المتروكة كمسجد المناعي والناخي والصيادين، وتنظيف المبنى المسجد. قد يظهر خلال هذه الأعمال بعض الجوانب المعمارية أو الجدارية التي لم تكن ظاهرة قبل عمليات التنظيف، كفتحة المدخل والشبابيك. يتم تباعا التعرف على الهوية العمرانية للمسجد من خلال الأعمال التي يقام بها في التنظيف والتنقيب. ومرحلة طبعا التنقيب هي الكشف عن الأسس الأولى المشكلة لهذا المسجد أو الأصلية، لمعرفة ما إذا كانت حقيقية أو مضافة، لأنه كما أسلفنا لم تكن هناك معلومات ترافق عمليات التأسيس لمساجد إمارة الشارقة. وكل ما تم التعرف عليه في الأساسات هو عبارة عن تخمينات ومقاربات ومقارنة بين تاريخ بناء هذا المسجد أو ذاك مع ما بني حول المساجد من معالم خدمية وسكنية وعسكرية أو دفاعية كالحصون والقلاع والأبراج وغيرها، وبالتالي للوصول إلى تاريخ تقريبي حول تاريخ هذا المسجد أو ذاك. وبالتالي تساعد أعمال التنقيب في الكشف عن تاريخ تقريبي لهذا المسجد أو ذاك، وبخاصة من خلال دراسة العناصر المعمارية الميضأة الشبابيك أو الأبواب أو غيرها من العناصر التي أجملنا الحديث عنها في السابق. تأتي المرحلة الثالثة من عمليات أعمال الترميم والصيانة التي تشكل مدار هذه العمليات الترميمية، وهي عملية الدراسة العملية للمواد الأولية التي بنيت بها المساجد أو التي شكلت عناصر مهمة في بناء المساجد، سواء تعلق الأمر بالعناصر المحلية أو العناصر المستوردة. العناصر المحلية لما نتكلم عن الحجر البحري المرجاني أو الجص أو الأخشاب، وأما المواد المستخدمة كمان بالإضافة طبعا إلى المواد الأخرى كالجندل والخشب والدعوم والحصر أو الحصير وغيرها. وهناك طبعا مواد أخرى كالحديد والمسامير العادية أو المسامير الأخرى، وبالإضافة إلى القضبان الحديدية للشبابيك وكذلك المصاريع للأبواب وغيرها من العناصر التي شكلت مواد أولية مهمة ارتكزت عليها عمليات البناء لمساجد إمارة الشارقة القديمة. طبعا دراسة هذه المواد المحلية تفيدنا في التعرف على التاريخ التقريبي لبناء المساجد، بالإضافة كذلك إلى أن
هناك المواد المستجلبة والمواد المستخدمة من خارج الإمارة، وهي مواد كذلك تحيل إلى مرحلة مهمة من تاريخ الصلات الثقافية والحضارية وحتى التجارية مع الجوار، سواء تعلق الأمر المناطق القريبة أو البعيدة، مع مناطق الخليج أو مناطق في إفريقيا أو في الهند وغيرها من المناطق الأخرى. لكن المواد البنائية تتطلب في السقف مثلا أو في السطح لكل مسجد تتطلب وجود مجموعة من العيدان الجندل مع الدحوم والحصير وطبقات من الجص، كما هو الحال في مسجد الدليل ومسجد البدو ومسجد المناعي والصيادين، أو أخشاب مربعة كما هو الحال في مسجد عبيد بن عيسى النابودة، وكما هو الحال كذلك في مسجد الجامع. وكلها مواد تمت دراستها وتمت تم التعرف على بعض التفاصيل العمرانية، بعض التفاصيل الفنية التي ترتبط بعناصر أو تاريخ الاستجلاب، مما يفيد في الكشف عن تاريخ تقريبي أكثر دقة لتاريخ هذا المسجد أو ذاك. بعد طبعا معرفة وضبط الخطوات الأولى من توثيقه ومعرفة تفاصيل المسجد وأسسه وحالة جدرانه والتجاوزات الحاصلة على البناء، سواء من خلال الترميم الأول الذي قيم به على هذا المسجد أو ذاك، مما يستوجب كذلك وضع خطة عملية من لدى المرممين، مما يفيدهم في تفادي ما حدث من تجاوزات على بعض الأماكن في المسجد أو في استكمال بعض عمليات الترميم. فإذا كل هذه المعلومات تفيد المساجد، تفيد الخبير الترميمي في فهم بعض العناصر المعمارية المهمة المرتبطة بتاريخ هذا المسجد، وتكون بداية العمل بدراسة وصيانة دراسة وضع مخطط دراسي لهذه المساجد للكشف عنها بواسطة التنقيب الدقيق، بواسطة التنقيب الدقيق لهذه العناصر، وتظهر لنا الحالة التي تأسس عليها هذا المسجد. حدث أن بعض المساجد قد تأثرت بالمياه الجوفية، علما أن شبكة المياه العذبة دخلت الشارقة ضمن مبانيها التراثية من دون معرفة بتفاصيل حالة المباني، وكذلك المياه الثقيلة للحمامات وعمل الخزانات داخل المساجد التراثية وخارجها. كل ذلك دفع المياه الجوفية إلى التسرب نحو أسس الجدران للمساجد، ويلاحظ ذلك جليا من خلال مسجد عبيد بن عيسى المدفع ومسجد الدليل. كما اعتمد ترميم وصيانة أسس مساجد مدينة الشارقة على معالجة أسس الجدران الشاخصة من الداخل والخارج بأسلوب المساند والمخدة، وترميم جدران المساجد بعد معرفة حالتها التشقق أو التجاوز في فتح في نوافذ غير موجودة في الأصل، أو غلق نوافذ أصيلة فيتم الترميم للتشقق أو التصدع بأسلوب الربط. من الأهداف المهمة لعملية ترميم وصيانة لمساجد الشارقة إعادة الحياة في تلك المساجد واستغلالها للصلاة، وقد استوجب ذلك الاهتمام بها وإدخال عناصر روح العصر الحديث من كهرباء وتكييف ومياه وصرف صحي، دون أن يلغي ذلك الهوية الحضارية والتراثية والتاريخية التي انبنى عليها هذا المسجد أو ذاك. كان التركيز كذلك في عمليات الترميم والصيانة للمساجد على مواقع توزيع الأعمدة في مساجد كمسجد عبيد بن عيسى النابودة ومسجد الجامع، وخاصة في تثبيت النوعية المطابقة للسابق الحديدية والخشبية والحجرية، وكان الاعتماد في توزيعها حسب نتائج التنقيب والتوثيق التي طالت المنطقة. إذا كل ذلك كان بهدف إعادة إحياء هذه المساجد وفتحها أمام المصلين. وقد شكلت إذا هذه العناصر أو هذه الدراسات التي قام بها ممهدة لعناصر الترميم والصيانة دراسات مهمة كشفت عما طال هذه المساجد، وعما صاحبها كذلك من تجاوزات، وعما كذلك تم وضعه من مخططات استهدفت تلافي ما حدث وفي ترميم وصيانة هذه المساجد وفتحها أمام المصلين، إحياء للذاكرة المكانية وإحياء كذلك للدور الوظيفي الذي لعبته مساجد الشارقة عبر تاريخها الممتد، مما كما قلنا من القرن التاسع عشر حتى الآن، وهذا ما يتجلى الآن بالمساجد التي تتوزع الآن في منطقة قلب الشارقة، الدليل، المناعي، سلعة قروبي وغيرها من المساجد في أحياء الشارقة المعروفة في المريجة وشويهين
واللية والخان، بالإضافة إلى المساجد الأخرى التي تنتشر كذلك في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة كخرفكان والزبارة ومساجد اللؤلؤية ومساجد كذلك دبل حصن والذيد وخور كلبة التاريخية. كل ذلك يشكل لنا خارطة تاريخية تفصيلية عن مساجد إمارة الشارقة وتاريخها وعمارتها وما طالها من تطور وما شهدته كذلك من عمليات الترميم والصيانة والحفظ والإحياء ضمن المشروع الثقافي الإحيائي الذي قاده صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه منذ أمد طويلة، بهدف إحياء الذاكرة المكانية وإعادة التأهيل لهذه المباني، بهدف إعادة دورة الحياة إلى المباني التراثية وبخاصة ذات المنحى الديني المساجد الدينية أو مساجد الشارقة التي دبت فيها الحياة من جديد وعادت إلى ممارسة الأعمال الدينية من عبادات وغيرها، وفتحت أمام المصلين لممارسة الشعائر الإسلامية. إذن كان هذا بهدف التعريف، كان هذا العرض أو كانت هذه المحاضرة بهدف إلقاء تسليط الضوء على مختلف الأطوار والمراحل التي صاحبت نشأة وتطور المساجد التاريخية بإمارة الشارقة بأسمائها ومعالمها وعناصرها وأنواعها وما شهدته من أطوار مختلفة شكلت علامات مهمة طالت أحيانا هوية المسجد، لكنها مع ذلك حافظت على هويته الحضارية والثقافية والعمرانية إلى أن وجدناه على ما هو عليه الآن، مشكلا ومقدما لوحة متكاملة عن المعلم الديني الحضاري لإمارة الشارقة في قلبها وفي مدنها المختلفة. وهذا ما يتجلى كذلك أن هذه العمارة رغم اختلافها في العمارة الحديثة إلا أنها تحتفظ لنا بجزء من ذاكرة التاريخ في قلب الشارقة، وستشهد هذه العمارة تطورا كبيرا في العصور اللاحقة وفي المرحلة الراهنة بالأخص عندما انفتحت الشارقة على معالم جديدة للعمارة الدينية مستحضرة وموظفة ومستلهمة عناصر من العمارة الإسلامية في عمقها وامتدادها الحضاري. أشكر الدكتور مني عبد القادر بن عام على هذا الطرح الجميل. نعم، المسجد شكل الدعامة الأولى للهوية الإسلامية، وفي إمارة الشارقة تشكلت هذه الهوية الأصيلة عبر سلسلة من المساجد التاريخية العريقة. يعد هذا التجوال الرائع في مساجد الشارقة التاريخية تجوالاً موسعا موضحا لحقيقة هذه المساجد التاريخية. نطلب من الدكتور مني بن عامة أن يحدثنا حول النماذج المعمارية الحديثة في الشارقة، فليتفضل. طبعا عطفا على الهوية التي احتفظت بها الذاكرة الحضارية في إمارة الشارقة ممثلة في المساجد التي أسلفنا الحديث عنها، هناك شكل حضاري اختلف بحكم مجموعة من المعطيات. لما نتحدث الآن عن المساجد، مساجد إمارة الشارقة، نجد أن الهوية الحضارية التي ظلت الشارقة محافظة عليها والتي تعبر عن امتدادها الحضاري والتراثي والثقافي لأعماد طويلة وما تزال إلى الآن شاخصة في العديد من المعالم الموجودة في إمارة الشارقة هي تقدم لنا هذه المساجد. لكن ما حدث بعد ذلك أن توجه صاحب السمو حاكم الشارقة في امتداده الثقافي والحضاري. الشارقة الآن لها هوية حضارية تختلف شكلا ومضمونا عن هوية العديد من المدن العربية والإسلامية. الشارقة ذات الامتداد، إن أي زائر إلى هذه الإمارة الباسمة تتشكل لديه صورة متكاملة عن الهوية الحضارية للمدينة، سواء تعلق الأمر بطروزها المعمارية الممثلة، ولا أدل على ذلك من قلب من مدينة الشارقة الجامعية، المدينة الجامعية بإمارة الشارقة. هذه المدينة التي تنزع في طابعها المعماري إلى الهوية الإسلامية وفي امتدادها الحضاري كذلك. المساجد التي ظهرت بعد ذلك وهي كثيرة وأنا أشرت إليها في بداية الورقة، سواء تعلق الأمر بمسجد النور أو بمسجد الشارقة الكبير الذي تم افتتاحه قبل فترة، وهو هذان المسجدان يشكلان هوية معمارية مهمة ومختلفة عن المساجد الأخرى. لماذا؟ لأن الهوية بدأت تنزع وتختلف اختلافا جوهريا عن المساجد ذات الطابع التراثي. وجدنا الآن هناك طرز معمارية مختلفة، طرز
تعود إلى الطابع العثماني، ذا طابع عربي إسلامي قديم، ذا طابع فاطمي. هناك هويات مختلفة. لما نتكلم عن مسجد مثلا النور، المسجد الآن الذي بموقعه التاريخي وموقعه كذلك الجغرافي يوجد الآن على كورنيش على بحيرة خالد. هذا المسجد داخل المسجد تتوالد لديه أفكار جدا مهمة عن الطرز المعمارية والزخرفية والخط العربي الإسلامي القديم والأصيل الذي يعبر عن الهوية الثقافية والحضارية للإمارة السابقة. إذا هذا التوجه الثقافي والحضاري للإمارة قادها إلى ابتداء نماذج من الطرز المعمارية التي شكلت علامات مهمة على هوية مساجدها، سواء في مسجد النور أو في مسجد الشارقة الكبير. طبعا المسجد الشارقة الآن، مسجد الجامع في إمارة الشارقة أو مسجد الشارقة الكبير، يعتبر ذا هوية أكثر اتضاحا في شكلها، في جوهرها، في مضمونها، لأن هذا المسجد كما أسلفت يمزج في هويته بين هويات مختلفة، لكنها لا تحيد كده أنملة عن الهوية الحضارية الإسلامية، فتأخذ من كل ثقافة إسلامية بطرف، وما يتجلى في الزخرفة الداخلية، ما يتجلى في الطرز، ما يتجلى كذلك في قباب المسجد، ما يتجلى كذلك في قبة المسجد الداخلية، في طرزه المختلفة. فإذا لهذه المساجد هوياتها المتنوعة والمختلفة التي تتصل وتتواصل بالضرورة مع الهوية الحضارية والإسلامية لإمارة السارقة، وتقدم صورة أكثر نصاعة وأكثر وضوحا عمن بنت عليه هذه الهوية في إمارة السارقة بشكل خاص. بارك الله فيكم دكتور على هذا التقديم الجميل فيما يتعلق بالمساجد الحديثة أو النماذج المعمارية الحديثة في الشارقة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ونفع بعلمكم، إلى أن نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.